الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، اليوم هو لقاء لنا التعليمي الثالث من مادة المحاسبة الدولية، واليوم نتطرق إلى أجزاء أخرى أو الفصل الذي هو الفصل الثالث والرابع. نتكلم اليوم عن التنظيم المحاسبي وواقع مهنة المحاسبة في بعض الدول. مثلا، ما هو التنظيم المحاسبي؟ طبعا يشير التنظيم المحاسبي إلى أن المحاسبة لم تظهر فجأة، بل كانت نتيجة لتطورات تدريجية متلاحقة عبر مراحل متعاقبة. يعني الجهد في تطوير محاسبة النظام المحاسبي كان عبارة عن تكامل جهود وتراكم معرفة على مر العصور حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن. فقط يعني كانت البداية المحاسبة بصورة بدائية في العصور القديمة، ثم نظرية القيد المزدوج المقترحة لوكا باسيولي، وعلى فكرة عالم رياضية إيطالي مشوا حتى محاسب. وتاريخ اكتشاف القيد المزدوج أو مرحلة حق القيد المزدوج في عام 1900 عليكم هذا تجيبوه أنتم. طيب، في مرحلة الثورة الصناعية، وبعدها ليكون أساسا واحدا لنظام المعلومات أو عفوا النظام المحاسبية ومعظم الدول. طبعا التنظيم المحاسبي يقصد بوضع إطار عام للممارسات المحاسبية، وتنظيم هذه الممارسات بوضع ضوابط وحلول للمشكلات التي تواجه التطبيق العملي لها. طبعا يشير الواقع إلى أن الدول انتهجت في وضع التنظيم المحاسبي الخاص بها إحدى مدخلين أساسيين، مدخل التنظيم الذاتي، إنه أن الدولة تنظم ذاتها عن طريق تعمل هيئة مستقلة لمهنة المحاسبة تعنى بشؤون المهنة أو المحاسبة من عملية تنظيم ووضع معايير. المدخل الثاني وهو القانوني، وهنا يتدخل القانون هنا لسن قوانين تنظم مهنة المراجعة والمحاسبة أيضا. مثلا مدخل التنظيم المحاسبي الذاتي، هنا هذا وفق للمدخل يتولى الممارسون لمهنة المحاسبة وخبراء المحاسبة. ومن المنظمات المحاسبة مهمة وضع المبادئ والقواعد والإجراءات والمعايير، وكذلك العمل على تطويرها. في ظل هذا المدخل يقوم المكلفين بوضع هذا النظام المحاسبي ليتمتعوا بدرجة عالية من الخبرة واستقلال، بحيث أنهم قادرين على اتخاذ القرارات أو المعايير أو الإجراءات التي تنظم مهنة المحاسبة بعيداً عن تدخل الجهات الحكومية. وعادة ما يتم تطبيق هذا المحاسبي في الدول التي يسودها نظام اقتصادي حرفي، وجود سوق رأس مالية نشطة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وغيرها. أما لا يكون هناك أيضاً بعض المآخذ على هذا النقطة، بالرغم من الاستقلال هنا يمثل الخاصية الأساسية والميزة للمدخل، لكن لا يسلم أي مدخل من بعض الانتقادات والمآخذ. من ضمن الانتقادات الموجهة لهذا المدخل تأثير عملية وضع المعايير المحاسبية بمتطلبات الأسواق المالية، وكذلك اختلاف احتياجيات المستخدمين للمعلومات إلى محاولة الأطراف المختلفة التأثير في وضع المعايير والإجراءات المحاسبية. كذلك أحياناً اللي هو الثالث، قد يتيح للمنظمات المسؤولة عن تنظيم المحاسبي فرصة الانحياز لصالح فئة بعينها من المستخدمين. النوع الثاني اللي هو المدخل التنظيمي أو المدخل التنظيم المحاسبي القانوني، هنا يخضع للقانون والتشريعات الحكومية التي تضع من قبل الحكومة، ولا يكون هناك وجود لأي يعني منظمات مهنية محاسبية وليس لها أي سلطة. مثلا هنا يتم اتخاذ القرار عن طريق قانون يصدر بموجب ما يعني تشريع من قبل الدولة ينظم عملية المحاسبة. ولذلك هذا دائما شائع الانتشار في الدول التي يسود فيها نظام اقتصادي مركزي حكومي، يعني في ظل تدخل حكومي قوي هو المسيطر. وهذا يعني قد تكون هذا المدخل موجود في النظام
الشمولي الذي هو كان أول اللي هو مثلا يمثل روسيا أو ما روسيا سابقا قديما، أما الآن قدر رسالة النظام العالمي رأسمالي حر. طيب أيضا هناك بعض المآخذ على هذا النظام في نفس القضية، بعض المعايير من قبل الجهات الحكومية يسلب المهنة حيويتها ودورها، كذلك أحيانا قد ربما أن الأشخاص غير ضليعين وغير فاهمين من النقاط التي قد تحتاجها المهنة. أيضا يؤدي تنظيم المحاسبة وفق المتخلقين إلى التركيز على تلبية متطلبات الحكومة، بيفكر من وجهة نظر إيش الحكومة أكثر من تلبية احتياجات أصحاب رأس المال، وهنا يؤدي بالضرورة إلى إيش إلى تنفير قطاع الاستثمار وأصحاب رؤوس الأموال. أيضا تفتقر النظم المحاسبية إلى المرونة في مواكبة تغيرات بيئة الأعمال. إذا هنا دائما ينصح، والآن المأخذ الذي بيتم تنفيذه في معظم دول العالم هو إيش المدخل الأول، أن المحاسبة لها مهنة مخصصة أو سلطة منظمة مهنية تقوم تعنى بتنظيم شؤون إيش مهنة المحاسبة والمراجعة. المداخل التي تبعها بعض الدول الرائدة في المحاسبة، طبعا أنا ذكر في الكتاب عدد من التجارب كثيرة ولا يسع ممكن تقرؤها بشكل سريع. تكلم عن تجربة الولايات المتحدة الأمريكية، تجربة فرنسا، تجربة ألمانيا، تجربة الصين ومصر، وكذلك واقع المهنة المحاسبة في اليمن. ليش ركز على هذه الدول؟ قال لأنها إيش كونها تعد مركز رئيسي لعدد الشركات متعددة الجنسية، وشرح بعض النقاط وتم تناولها ممكن تقرأها، ما بش داعي نخذها، لكن نحن سنتكلم اليوم عن مهنة المحاسبة في اليمن وبنفصل فيها في بعض النقاط التي تم إضافتها لأن طبعا حق الكتاب بحاجة إلى تحديث في أشياء طرأت سنتناولها، ولكن بعد ما نخذ 5 دقائق نصلي المغرب وإن شاء الله نرجع استأذنكم ونرجع بعدها في مهنة. السلام عليكم، من معانا اليوم دخلوا؟ طيب نشوف معه وعمر وزراء وعبد الملك، ممتاز. إذن مهنة المحاسبة في اليمن. طيب مهنة المحاسبة في اليمن سنتكلم على عجالة في موضوع مهنة المحاسبة في اليمن، منفصل بعض الشيء باعتبارها تهمنا. بالنسبة تكلمنا قبل شوية قلنا رجعوا تمروا على الدول السابقة هذه تقروها من الكتاب تخذوا فكرة. مهنة المحاسبة في اليمن، مهنة المحاسبة تعتبر في اليمن حديثة العهد نسبيا مقارنة بعديد الدول، ويمكن التمييز بين 3 مراحل تاريخية. أولا حسب ما تم تناول المراحل التاريخية في الكتاب، تناول المرحلة الأولى وهي مرحلة التي غطت من عام الذي هو ما قبل قيام ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر. هنا عاشت المحافظة الشمالية في هذه الفترة ما قبل الثورة ظروفا اقتصادية واجتماعية وسياسية صعبة، كانت معزولة عن العالم، ما النظام الاقتصادي فيها كان غير متطور مثلها مثل بقية دول المنطقة، كان في ذلك الوقت كذلك بقية دول المنطقة محيطنا العربي كان تطور نوعا ما موجود في مصر هي الدولة الوحيدة بالإضافة إلى يمكن لبنان قليلا، بقية الدول كانت خاضعة للاستعمار وبعضها كانت إيش معزولة عن العالم. فلذلك كان نتيجة لهذا كان مثلا في المحافظة الشمالية تعتمد على عدن فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، نتيجة أنه كان في عدن كان في تأثر بالاحتلال البريطاني، كان في نقل للمعرفة نوعا ما وكانت الأمور أكثر تنظيما هناك. فضلا عن ذلك كان التعليم والتدريب المهني في أضعف مستوياته في شمال اليمن، وقد انعكس تأثير ذلك على إيش شتى مجالات الحياة في المحاسبة، كانت الممارسة المحاسبية بدائية جدا. بالنسبة للمحافظة الجنوبية كانت واقعة تحت الاستعمار البريطاني، وكان تنظيم المحاسبي متأثر بالمحاسبة البريطانية. ففي عام 1900
37 تأسس في عدن إدارة فحص الحسابات في عام 37. إذن هذه إدارة فحص الحسابات اقتصرت واجباتها على فحص حسابات الحكومة آنذاك ما يسمى بحكومة مستعمرة عدن، والحسابات التابعة لها من إيش؟ من المحميات أيضا لا زالت بشكل بسيط. الفترة بعد ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر حتى عام 90، هنا دخلت المناطق الشمالية في مرحلة استقرار بعد مضي سنوات من قيام الثورة. عندما حظيت مهنة المحاسبة باهتمام كبير، تم سن قانون الشركات في عام 76، وبعدين تم استبداله في عام 91. طبعا ايش القانون هذا؟ نظم اعمال الشركات والزمها بمسك دفاتر محاسبية. ايضا القانون رقم 99 صدر بشان تنظيم ايش المحاسبين القانونيين، ويعد الخطوه الاولى الذي هي في عام 76، هذا في عام 76 كانت اول خطوه لظهور ايش المحاسب القانوني وتنظيم مهنه المراجعه في اليمن. وتضمنت مزاوله شروط المهنه، شروط مزاوله المهنه وتشكيل لجنه المحاسبين القانونيين التابعه لوزاره الاقتصاد، انا ذكرت وزاره الاقتصاد. بعدها ايضا صدر قانون ما يسمى بايش بالنظام المحاسبي الموحد الذي يمكن درسته في عام 1978، هدفه توعيد مسميات الحسابات والمعالجة المحاسبية، فضلا عن ذلك توفير المعلومات التي تلبي احتياجات المحاسبة القومية والجهات الملزمة بتطبيقه في مؤسسات وشركات القطاع العام وايش المختلط. بالنسبة للمحافظة الجنوبية، اعتمدت الدولة بعد ثورة اكتوبر نظاما اقتصاديا مركزيا صارما سيطرت بموجبها على عناصر الانتاج كاملة، كانت هي المالك وكانت هي منشأة الدولة كلها مملوكة للدولة، كانت أثرة بالنظام الروسي أو يسمى في حينه الاتحاد السوفيتي قبل سقوطه. لذا كانت المهمة الأساسية للمحاسبة توفير البيانات لتلبية احتياجات الدولة. يعني لو جيت لاحظون أنه المدخل إيش القانوني اللي تناولناه قبل قليل. طيب ماذا حدث بعد 90 حتى الآن؟ طبعا تطورت الأمور، شهدت الفترة عقب تحقيق الوحدة طبعا إصدار مزيد من القوانين، فضلا عن إلغاء وتعديل بعض القوانين القديمة لتواكب برامج الإصلاح المالي والاقتصادي وتبنى برامج الخصخصة. مثلها من ضمنها قانون البنوك في عام 91 رقم 36 ألزمها بنشر القوائم المالية المصادق عليها من قبل مراقب محاسب قانوني. أيضا قانون الضرائب، ضرائب الدخل، والذي ألغي بقانون جديد في عام 99، هذا تطلب ضرورة اعتماد القوائم المالية والقرارة الضريبة من محاسب قانوني، أنه ألزم لن يتم ربط الضريبة واعتمادها إلا إذا كانت مدققة من قبل محاسب قانوني، هذه الحسابات الختامية. القانون رقم 39 في عام 99 تكلم عن الجهاز المركزي ليش للرقابة والمحاسبة، أتى بعده في عام 1 في 92 القانون رقم 31 بشأن تنظيم المحاسبين القانونيين الذي ألغى يعني التأثير القديم الذي كان في 76، هذا جاء جديد. وبموجبه تم تأسيس جمعية المحاسبين القانوني، تأسست في 93 أعتقد في 93. بعده في صدر القانون رقم 34 بشأن الشركات الذي استبدل القانون القديم، الذي هو في تم استبدال القانون القديم بالقانون الجديد الذي نظم شؤون الشركات. وبعده أيضا قانون مهنة التدقيق إيش المراجعة، تحفظوهم يعني حسب تراجعوا، المفروض انك تفهموهن، وممكن تراجعوا الاسئله حق الاختبار اذا بيتم التناول ممكن تحفظوهن عادي مش مشكله. هن لا يعني يجي كم 1 2 3 4 5 6 7 8 8 قوانين، واربط اين الذي جاء بديل القديم ومتى صدر. بعدها ايضا قانون الشركات التجاريه تم استبدال القانون القديم عام 91 تم استبداله بعام 99 رقم 15،
وصدر مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء بشان تعديل حدد نسبة ايش معدلات ايش الاهلاك للاصول الثابته. الكتاب اشتمل على هذا النقاط. طيب انا ضمت لهم بعض التحديثات فيما يتعلق بمهنه المحاسبه غير معنيين بها مثلا في الاختبار، ولكن ضروري تطلعوا عليها. هذه النقاط اساسيه ومهمه. في عام 2013 في عام 2013 هنا في سطر الرئيس أمر رقم 2952 بتاريخ 28 يوليو، هنا في 2013 وجه رئيس الوزراء قام توجيه من رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء لمتابعة اعتماد المعايير الدولية التي هي الـ IFRS. هذا عندما يسألك متى تم اعتماد المعايير الدولية في اليمن تتكلم أنه في عام 2013 عفواً في 28 يوليو تم إصدار أمر من رئيس الجمهورية يخاطب فيه رئيس الوزراء. إيش قال لي؟ يطلب منك توجيه التطبيق السريع لمعايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لجميع الشركات الخاصة والعامة والمختلطة. طبعا هذا بفضل جهود جمعية المحاسبين القانونيين، هي الذي وضعت المشروع. طبعا المشروع هو موضوع أمام الحكومة من زمان، بس يحتاج جهود كبيرة حتى يتم. إذن كانت البداية توجيه، أنا لم يتم اعتماده ولكن توجيه. بعدين قام البنك المركزي أصدر تعميم يطالب جميع المؤسسات المصرفية بإعداد التقارير المالية بإعداد الاعتماد التقارير اللي هي الـ IFRS عند نشر القوائم المالية. إذن هان البنك المركزي ألزم قطاع البنوك في عام كم؟ في عام 2013. إذن البنوك اليمنية أصبحت ملزمة بتطبيق المعايير الدولية الـ IFRS في عام 2013. بعدها عقدت الجمعية حلقة نقاشية، هي جمعية المحاسبين القانونيين، في 31 ديسمبر 2014 اتفقوا انه تركزت المناقشة على اصدار المعيار الدولي الذي هو المعيار الدولي لاعداد التقارير الدولية الذي هو ايش الذي هي الاي اف ار اس. وبعدين الذي هو جاء بقرار وزاري يتكلم عن اعتماد المعايير الدولية وتطبيقها على الشركات والمؤسسة التجارية بناء على توجيه رئيس الجمهورية. بعد هذه الحلقة النقاشية اتفقوا انه ايش انه المقرر انه ضروري يسبق ذلك جهود من فائدة تطبيق المعايير الدولية يفيدهم انه احد شروط ومتطلبات انضمام جمعية المحاسبين القانونية تكون عضوة فينا الايفاك. اذا هذا اصبح بنفت ومهم جدا انه طالما وطبقوا طالما وطبقوا يعني خلاص هذا يعتبر احد المتطلبات الاساسيه المطلوبه من ايش المحاسبين القانونيين الذي هي مهنه المحاسبه لاجل يتم اعتماد جمعيه المحاسبين القانون عضو في نفى الايفاك. واضح؟ طيب بعدها وافق مجلس الوزراء في عام 2019 وافق مجلس الوزراء بناء على كتاب وزير الصناعة والتجارة للاعتماد والتنفيذ الرسميين في 2019. ركزوا 2019 تم الاعتماد الرسمي للمعايير الدولية الIFRS. ايش اعتمدوا؟ المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس المعايير الدولية الذي هي الIFRS نسختها الكاملة. طيب ايضا المعايير ايش الدولية لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة متوسطة الحجم الصادرة من مجلس المعايير الدولية الذي هي ايش IFRS for CME. هذه ايش معنى SME؟ دي هي عن ايش المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم. معنى هذه النسخة الـ IFRS هذه النسخة منها ايش تعتبر نسخة لايت، نسخة خفيفة مخفف ما يحتاج انه دائما لو تشوفوا خلينا نمسح هذا الخرابيط انه ايش
معظم الشركات الموجودة في اليمن تندرج تحت بالمقياس الدولي، بالمقياس الدولي تندرج تحت الذي هي الاس ام ايز. الذي هي ايش معنى اس ام ايز؟ معناها سمول ميديوم انتربرايزز. هذه معنى الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم. لذلك معظم الشركات بالمقياس الدولي الموجودة في اليمن ما يحتاج ان احنا نطبق عليهم الفول فيرجن الذي هي الاي اف ار اس بحقها الذي هي النسخة الرئيسية، لأنه مكلفة، لأنه تطبيقها مكلف جدا لهم، ما يحتاج انهم يطبقوه. لذلك تم اعتماد نسخة يسموها النسخة المخففة من المعايير الدولية IFRS الذي هي 4 سيمي، اللي هي 4 سم ايز. هذه النسخة تم اعتمادها نسختي IFRS الفول فيرجن والسيميز في عام 2019، هذا بالنسبة للجمهورية اليمنية. طيب بعدين في عام 2000 من عام 2013 تكلمنا عن ايش؟ في حراك المحاولة تبني دمج المعايير الدولية بينه في المناهج المحاسبية، في المناهج في عام من عام 2013 ل 2021. طبعا قامت الذي هي YACBA ذي هي يمني Association Certified Public Accounting، جمعية المحاسبين القانونيين، مع وزارة التعليم العالي من عام لتعزيز تحديث جميع المناهج الجامعية تماشيا مع ايش؟ الاي اي اس. ايش معنى الاي اي اس؟ ذي هي انترناشونال اكونت ايديوكيشن ستاندردز، انتر ناشونال ايديوكيشن ستاندرد. هذه اللي هي ايش؟ الاي اي اس. معي بحث على تطبيق المعايير الدولية في المناهج المحاسبية، وأخذت من ضمن بعض الجوانب ما يتعلق بالـ IAS 2 أعتقد، أخذت الذي هو المعيار الثاني فيما يتعلق بالتقارير المالية، وهو الآن تحت النشر إن شاء الله يرى النور قريب، له أكثر من 7 شهور وهو لازال تحت النشر. طيب طبعاً هنا أفادوا أنهم تم تزويد الجامعات بالمنشورات والإرشادات باللغة العربية للمعايير المراجعة وأفضل الممارسات. أيضا أفادت اللجنة أن الجامعات تتعامل معها التي تتعامل معها هي تلك التي تمكنت من موائمة المعايير الوطنية لمتطلبات الـ IAS. لاحظ أنه لو جيب مثلا وفق المتطلبات الـ IAS، وهذا يشتي له موضوع كبير ما يشو موضوعنا ولا هو اهتمامنا، لكن بمقارنة ما هو حاصل في الواقع العملي، الجامعات اليمنية لم تفي ومتطلبات المعايير على الإطلاق، ولكن لا زال العمل في خطوات ملموسة. المفروض أنه يتم إفراد مادة خاصة بالمعايير الدولية تكلم عن الـ IFRS، يتم شرح وأخذ أمثلة لكل معيار بشكل مستقل. هنا أيضا في عام 2020، هنا شوفوا هذا هو الحدث الهام، من هنا بدأت مهنة المحاسبة في اليمن تدخل في العالمية، العالمية، وهذا شيء جيد. لازل العمل كثير ولازل في متطلبات كثيرة مش وقت نتكلم عنها. هنا تم أصدرت الذي تعميما على الأعضاء بإبلاغهم أن عدم الامتثال المطلوبة يشو CPD. إيش معنى CPD؟ الذي هو إيش؟ التطوير المهني المستمر، التطوير المهني المستمر، بحاجة إنه إيش؟ الذي هو ضروري إن الأعضاء الذي هم القانونيين والمحاسبين القانونيين ينخرطوا في دورات وترعاها جمعية المحاسبين القانونيين، بحيث إنه يكون عدد الساعات في السنة ما لا يقل عن 30 ندوة، ما لم
سيتم اتخاذ العقوبة ضد من المحاسبين الذي ما يطورش نفسه، وذلك ايش هذا احد المتطلبات لايش للايفاك. اذا اول قرار كان الاي اف ار اس، وهذا خطوة اولى. ثاني شيء كان بعض الموائمة ودمج المعايير الدولية في المناهج المحاسبة ولو لم يكن بالشكل الكامل، وبعدين تم عمل ايش بعد الذي بتمنح الحسابات هذه لجنة تصاريح المحاسبة، انه حد ادنى 40 ساعة من التطوير المهني من اجل منح التراخيص. وكذلك طلبوا من المحاسب انه خلال انه ضروري يوصل الى 300 ندوة في السنة لإكمال ساعات اللي هي سي بي تي الذي هي التطوير المهني المستمر. أيوة، في شهر 10 نوفمبر 2021، هذا الحدث البارز، تم التصويت على عضوية جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين بإجماع كامل من قبل لجنة العضوية في الاتحاد الدولي للمحاسبين، أي أنه الاتحاد الدولي للمحاسبين اللي هو الإيفاك. هنا تم اعتماد ال هذا اليمن كعضو أساسي، أوضح لكم الآن الصفحة. بعمل لكم مشاركة، بس احنا بندخل في العملية الآن. أكثر معانا أكثر من 3 أمثلة إلى 4 أمثلة، وما عاد بنخط، بس فيما يخص اليمن ضروري إن احنا إيش نعطيكم رؤية عن واقع المهنة في اليمن، يمن اي اف ار اس. طيب انا الان بيتوضح لكم ان اليمن اصبحت عضو في الايفاك، ممكن تبحث عن طريق ايش يمن ايفاك، تفتح الذي هو ايش الذي هو الـ الذي هو الـ الاتحاد الدولي حق المحاسبين، اصبحت اليمن عضوة فيه. هذا اليمن ممبر اورجنايزيشن جمعية المحاسبين القانونيين، هذا هو البروفايل الخاص بها في الإيفاك، هو International Federation of Accountant. هذا بذلك أصبحت اليمن، لحظة نرجع عفوا، يمني Association، وهنا اليمن أصبحت إيش عضو رئيسي وأساسي فينا في جمعية المحاسبين القانونيين اللي هي YACPA. وهنا في تفاصيل للذي يشتي يعرف إيش الذي قد عملوا وإيش الذي هذا، وتكلم هنا في عدة نقاط. هنا باقي معاهم بعض العمل، هنا في بعض المتطلبات لم يتم الإيفاء بها، وهنا في ما يخص معايير التعليم المحاسبي إيش قد عملت اليمن وإيش ناقص ما قد عمله شيء ضروري يعمله، وهنا في ما يخص معايير المراجعة تقارير كاملة عن وهذا حق أخلاقية المهنة، أيضا هذا حق معايير القطاع العام، وهذا ما قد قطعت شي شوط، هذا الانفستيجيشن اند ديسيبلين الذي هو التحقيقات والانضباط، واخر شيء هو المعايير الدوليه الذي هو الاكسكيوشن. انا قد نفذ، وشوف الحاله ايش، انا كرنت ستيتس معناه اكسكيوت نفذ، هنا ريفيو اند امبروف، عادوا بيعملوا مراجعه للمعايير الدوليه ويحتاجوا تطوير، هنا ريفيو اند امبروف الذي هو ايش حق الببليك سيكتور بحاجه الى معايا إعادة review and improve، أيضا أي شو الذي هو متعلق بإيش بالكود الأخلاقية المهنة، review and improve أي شو مراجعة وتطوير الذي هو إيش المعايير إيش يسموها معايير المراجعة، معايير الدولية للمراجعة، وكذلك فيما يتعلق بالمعايير التعليم المحاسبي لا زالوا في طور إيش وضع الخطة الآن. هذا حبيت أن أنا أوضح لكم هذا بشكل سريع. الآن نعود لموضوعنا، هذا فيما يتعلق بمهنة المراجعة في اليمن، وبفضل الله ثم بفضل جهود جمعية المحاسبين القانونيين ممثلة بأستاذنا الدكتور عبد الملك حجر، كان لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في تدويل مهنة المحاسبة في اليمن. الآن نتكلم في الدقائق القادمة عن ما عن توحيد إيش الأعمال في القوائم المالية. وعندما نتكلم عن توحيد الأعمال في القوائم المالية، فنحن نتكلم عن جمع أو توحيد، عن نتكلم عن التقارير المالية ومشكلة عملية القياس ما بين الشركات الأم والشركات التابعة، وكيف يتم عرضها، كيف يتم التعامل مع عملية الفرعية وما إلى ذلك من النقاط.
طبعا يمثل توحيد الاعمال هو جمع المنشات منفصله في وحده اقتصاديه واحده، ويتم بطرق متعدده، اما عن طريق الشراء او عن طريق ايش الاتحاد، او عن طريق الاستحواذ او ما يسمى بالسيطره. كلها بنتكلم عنها ايش ذلك. المعيار رقم 22 الذي هو IAS 22 يتكلم ايش عن جمع شركات المساهمه منفصله في وحده اقتصاديه واحده نتيجه لنشوء علاقه ايش اندماج. هذا عرف ايش ما معنى عندما يتم توحيد الاعمال، معنى جمع شركات مساهمه منفصله، شركات مساهمه في وحده اقتصاديه واحده لنشوء اندماج او علاقه اتحاد وسيطره فيما بينهم. طيب ما هي صور هذا الدمج؟ صور الدمج مثلا نتكلم اول حاجه عن ايش؟ عن الاتحاد. الاتحاد يعتبر النوع الاول من انواع توحيد الاعمال، وبعدين النوع الثاني الذي هو ايش؟ الاندماج، وبعدها ايش؟ السيطره. ما هو الاتحاد؟ وما هو الاندماج؟ وما هي السيطره؟ الاندماج يوضح الشكل التالي: يحدث الاندماج عندما يتم تصفية أعمال شركة يتم تصفيتها، ولتكون إيش الشركة ميم، هذه الشركة تم عمل تصفية، تنتقل أصولها والتزامتها إلى شركة أخرى الذي هي الشركة إيش دال. إذن فمثلا لتصبح جزءا، فمثلا إذا قررت الشركة ميم الذي هي هذا الاندماج في الشركة دال، هذا تعتبر تسمى الشركة إيش الشركة ميم، دي هي الشركة إيش الشركة المندمجة. بينما الشركة دال تعتبر الشركة إيش الدامجة. ينتج عنها شركة جديدة. لا، ما في شركة جديدة، تذوب شخصية الشركة ميم التي يتم تصفيتها، كل أصولها وكل التزاماتها تنتقل إلى إيش؟ إلى الشركة إيش؟ دال. إذن هنا انتقل الأصول والالتزامات لتصبح إيش؟ جزء من الشركة دال. إذن ما عاد فيش حاجة اسمها شركة ميم بعد الاندماج، فقط الشركة دال. هذا بمعنى مفهوم بسيط وبشكل مبسط الذي هو إيش؟ الاندماج. طيب ما هي خصائص الاندماج؟ أولا يتطلب تنفيذ الاندماج الحصول على موافقة من الجمعية العمومية غير العادية الذي هي إيش المساهمين الخاصة بكل من الشركة المندمجة والدامجة. بعدها زوال يتترتب عليها زوال الصفة القانونية للشركة المندمجة الذي هي هذه الذي هي ميم، يترتب عليها زوال الصفة القانونية حيث تصبح جزءا من الشركة الدامجة دال. تقوم الدال الذي هي الشركة الدامجة بتعويض حملة الأسهم المندمجة بإصدار أسهم إيش جديدة، وتصفية أعمال الشركة إيش التي اندمجت الذي هي الشركة. بالنسبة للاتحاد، الاتحاد عبارة عن الشركة ألف والشركة باء، ينتج لنا الشركة إيش جي. تلاحظ أن تغير أسماء الشركات، أنا كانت ألف وهنا باء وهنا جي، بمعنى أن شركتان تقرر اتفاقتها مع بعض، أو شركتان أو ثلاث شركات اتحدين مع بعض لتكون شركة جديدة. لذلك إذا قررت مثلا الشركة ألف والشركة باء الاتحاد وتكون شركة جديدة اسمها الشركة جيم، في هذه الحالة يطلق على الشركة ألف وباء الشركات المتحدة، في حين يطلق على الشركة جيم الشركة إيش الجديدة الناتجة عن عملية إيش الاتحاد. ما هي خصائصها؟ طبعا موافقة الجمعية العمومية الغير عادية نفس الأولى، أيضا زوال الصفة القانونية للشركتين، للشركة ألف الشركتين المتحدتين، وتظهر لدينا شركة جديدة بعد عملية إيش الاتحاد. تقوم الشركة الجديدة بإصدار أسهم للمساهمين الشركات المتحدة، كل واحد حسب يعني حصته، ويتم تصفية أعمال الشركات إيش المتحدة الذي كانت قبل الاتحاد.
هذه الذي هي شركة ألف وباء يتم تصفيتها وتبقى لدينا شركة جديدة الذي هي إيش؟ الشركة جيم. بالنسبة للاندماج أو عفوا الصيدرة، هنا الصيدرة متى تتحقق الصيدرة؟ عند قيام شركة بشراء غالبية الأسهم، يعني 51% أو أكثر، يعني إلى 90%. أما إذا قدي في المئة قدو خلاص، قدو سيطرة كاملة، قدو شراء كامل. إذا الصيدرة تكون إيش؟ أكثر من 50%. لكن إيش النقطة المهمة؟ لو تلاحظوا هذا الشركة إيش؟ قام، وهذا الشركة إيش؟ تمت الصيدرة من الشركة قام على الشركة تا، لكن لا زالين اسم الشركتين نفس الشركتين. ضحي الصيدرة مثلا أنا صيدرت على مثلا 70% من الشركة بتاء، إذا الشركة لا زالت لها حصة الاعتبارية، إذا تستمر الشركتان بالعمل بشكل منفصل. لكن الشركة المستثمرة تتمتع بقدر من السيطرة على أيش؟ الشركة التي تم المسيطر عليها. إذا هنا في عملية القرارات المتخذة مسيطرة عليها، أي قرارات بتتخذها بيتم إيش؟ السيطرة عليها من قبل إيش؟ الشركة. فمثلا إذا اشترت مثلا الشركة هذه، مثلا قلنا قامت اشترت هذا السيطرة على 50% أو 70%، تنشأ العلاقة ما بين الشركة تسمى هذا، مثلا الآن تسمى هذا القابضة وهذا إيش؟ التابعة، لأنها مسيطرة عليها. ما هي خصائصه؟ طبعا خصائص الصيدرة إحدى الشركات التي تسمى القابضة تشتري أكثر من 50% من أسهم الشركة الأخرى، دي هي التابعة. تحتفظ الشركتان القابضة والتابعة بشخصيتين قانونيتين مستقلتين، يعني نفس، شوفوا لو تلاحظوا الرسم نفس الشركات لا زالت إيش؟ قائمة بالشكل القانوني. طيب تستمر الشركتان في إعداد قوائمهم المالية بشكل مستقل عن بعضهما. هذه الشركة قاف والشركة تاء، كل واحدة لها قائمة إيش؟ مستقلة. يتوجب على الشركة القابضة إعداد ما يسمى بالقوائم المالية المتوحدة الموحدة، وهنا الذي بنتكلم عنه في إيش؟ في الفقرات السابقة. ما هي القوائم المالية الموحدة؟ طبعاً في ظل عملية السيطرة ينتج عنا أنه في معك شركتين، كل شركة هي مثلا القابضة والتابعة، كل شركة لديها قوائم مالية مختصة أو خاصة بها، لأن لها بتمارس نشاطها باستقلالية، الله منه القرار مسيطر عليه. لذلك إحنا نشتي نعمل إيش؟ القوائم المالية من الشركتين الموحدة في إيش؟ قائمة مالية واحدة، قائمة دخل واحدة وقائمة مركز مالي واحدة. هذه صورة السيطرة التي تظهر الآن معنا مثلا موجودة في معظم الدول للشركات متعددة الجنسيات. في ظل هذا تلاحظ أنه مثلا في موجود مثلا الشركة القابضة موجودة في USA في أمريكا، بينما فروعها موجودة في مثلا الهند في إنديا، موجودة مثلا في KSA السعودية، موجودة مثلا في ايجيبت وكذلك الى اخره. اذا في نهاية السنة بتلاحظ انه ضروري ايش؟ توحيده، طالما موجود معانا المعايير الدولية في اهم مهنة لها عملية توحيد، طالما وقت خلاص الناس كلهم معتمدين ايش؟ الاي اف ار اس، اذا فالعملية بتكون ايش؟ سهلة. لذا الشركة التابعة والشركة القابضة تسعى الى اعداد قوائم مالية موحدة، لأنه مثل ما تكلمنا إن في كل شركة بتعد بشكل منفصل، ويتم هذا وفقا للمعايير المحاسبة الدولية التي هي قلنا إيش؟ الـ IFRS. طيب ما هي القوائم المالية الموحدة هذه التي سيتم إعدادها؟ هي القوائم المالية العائدة للشركة الأم والقابضة ومنشآتها التابعة، والتي يتم عرضها وكأنها وحدة اقتصادية إيش؟ واحدة، حيث
يتم تجميع اصول والتزامات كل من الشركه القابضه والتابعه ومصاريفها وايراداتها وعرضها بشكل قوائم ماليه موحده تتضمن ايضا قائمه الدخل الموحده، قائمه الارباح المحتجزه الموحده، وقائمه ايش المركز المالي ايش الموحد. هذا هو الشكل الذي يوضح ورقه العمل لعمليه ايش التوحيد. لاحظ انه هنا اسماء الحسابات في العمود الاول، هنا ما يخص الشركه القابضه، وهنا الشركه التابعه، هنا اي تسويات تزم بالزياده والنقص، وبعد التسويات يكون المبالغ الموحده، بعدها يتم نقل هذه المبالغ الموحده الى القوائم الماليه الموحده. اجراءات اعداد القوائم الماليه، هنا تقع اعداد القوائم الماليه على الشركه القابضه، يعني الشركه التابعه ما لهاش علاقه، هي الشركه القابضه التي بتقوم باعداد القوائم الماليه. ولاعداد هذه القوائم الماليه تتطلب عمليه الاعداد للحصول على القوائم الماليه لكل من الشركه القابضه والشركه التابعه، ثم التفريق بين تفريق بيانات الشركتين في نموذج يسمى ورقه العمل، نقوم بتفريقه. وهنا مثل ما وضحنا، وخلال بعد اعداد القوائم الماليه الموحده يتم نقلها الى ايش؟ الى الحسابات المختلفه او القوائم المحدده. لذلك لدينا في اعداد القوائم الماليه الموحده نتكلم عن طريقه ايش؟ وفقا لطريقه الشراء، وبعدين عن نناقش الطرق الاخرى فيما سيتقدم فيما في الوحدات القادمه او عفوا في الفصول القادمه والعناوين الفرعيه القادمه. اولا وفقا لطريقه الشراء، تعالج عمليه توحيد الاعمال بالسيطره على انها عمليه شراء اصول، وعليه هنا يتم معاملتها كانك بتشتري اصول. احنا عامل في معامله الاصول يتم اثباتها عندما كنا نشتري شركه، نقارن اول حاجه قيمه الاستثمار، تكلمنا في مرحله حق الشهرة عندما عالجناها في المحاضرات السابقه، انه تكلمنا نقارن قيمه الاستثمار مع القيمه الدفتريه بصافي الاصول ايش؟ لصافي الاصول بالقيمه ايش؟ العادله. وبعدين نحدد الى شيء معنا ربح شهرة أو ما إلى ذلك. لكن شوفوا إيش الملاحظ، إيش الملاحظة الحاجة المهمة في بعض الأشياء تختلف عن ما عالجناه في حق الشهرة. حق الشهرة نفس المبدأ، لكن في عملية القيود والمعالجة في أشياء بتتضح لكم عندما يتم تناول العملية. لذلك هنا يتم الحصول عليها بالقيمة المدفوعة عندما يتم السداد نقدا أو عن طريق إصدار أسهم، تسجل أسهم بقيمة إيش؟ القيمة العادلة والقيمة الجارية للأسهم أيهما أكثر تحديدا. ثم يتم مقارنة تكلفة الشراء مع القيمة السوقية العادلة للأصول. وهنا يوجد احتمالين زي ما تكلمنا، أنه يا إما يوجد شهرة يا إما لا يوجد شهرة. عندما عفوا تكلمنا عنها بعدها، الآن لن نخوض في كثير من الاحتمالات في النظري، هذا كنتوا بتفضلوا، لن نخوض في الأسئلة بشكل مباشر. عندما نتكلم عن احنا الان نتكلم عن اعداد القوائم الماليه الموحده في تاريخ ايش السيطره، هذا ركزوا عليها، لان احنا بناخذ بعدين مثال بعد في العام التالي لعمليه السيطره وقد يتبعها، ان احنا بنضطر نمشي اول سنه فقط الذي يتم اعداد قوائم ماليه موحده، سيتم ايش الاستمرار بذلك بعد طالما وهي تابعه هذه الشركه. لذلك هنا ايش قال القوائم المالية الموحدة بتاريخ السيطرة في حال تملك القابضة الكامل، إذا هذه نقطة مهمة، كامل أسهم الشركة التابعة وسداد قيمة نقدا باستخدام طريقة إيش؟ الشراء. طيب إذا لو تلاحظوا هنا، ركزوا معي يا شباب ويا حبذا الذي معه آلة حاسبة والورقة والقلم يكون أفضل. طبعا هنا في عام 2008 31/12 اشترت شركة صنعاء جميع أسهم شركة إيش؟ لحج. كم المبلغ؟ 600,000 ريال. واضح؟ كما دفع مبلغ 6,000 نقدا قيمة عمولة شراء، إذن هذا لازل ضمن التكلفة لو تتذكروا. أيضا مبلغ 18,000 لا زال إيش تعب المراجع ضمن التكلفة. وكانت القوائم المالية للشركتين كالتالي: أولا قائمة الدخل للشركة القابضة والشركة إيش التابعة. مثلا قائمة الدخل تتكلم عن المبيعات وتكلفة المبيعات ومصروفة التشغيل، وطلع لنا ايش صافي الدخل. قائمة الأرباح المحتجزة تتكلم عن الأرباح المحتجزة في بداية العام، أضاف إليها صافي الدخل،
واستبعد منها التوزيعات، ويتبقى معانا ايش؟ الارباح المحتجزه نهايه العام ايضا للشركتين. بالنسبه لقائمه المركز المالي، لاحظوا انه ايضا جاب للشركه التابعه، للشركه القابضه والشركه التابعه، ايضا الحسابات الاصول والخصوم بالاضافه الى حقوق الملكيه. اذا علمت ان القيمه العادله للاصول والتزامات الشركه كان مساويه لقيمتها الدفتريه، اذا شركه لحج كانت مساويه لقيمتها الدفتريه في ذلك التاريخ فيما عدا الاصول الاتيه. احنا الان بنتكلم عن شركه ايش؟ لحج الذي هي التابعه. كم الاصول؟ قال ان الاراضي قيمتها، عفوا، الاراضي قيمتها 86000، 186000. تلاحظوا كم كانت الاراضي هنا؟ عفوا المخزون 186000، عفوا المخزون 186000، المخزون كان 180، اذا في معنا زياده 6000. الاراضي كم؟ 90000، كانت الاراضي 60000، اذا معنا زياده 30000، انا 6000. ايضا الالات كم كانت؟ 120000، اصبحت 108، معنا نقص 8000. السيارات كم كانت؟ 180000، عفوا 30000، اصبحت 36000، معنا زياده بكم؟ 6000. براءه الاختراع كانت 50000، كانت 40000، والان هي ايش؟ 50000، اذا زياده بكم؟ ب 10000. ايش المطلوب؟ تحديد تكلفه الشراء. احنا عارفين ان تكلفه الشراء عباره عن قيمه المبلغ المدفوع بالاضافه الى تكاليف اي عموله شراء بالاضافه الى اتعاب المراجعين، وبالتالي ستكون تكلفه الشراء كالتالي. إذن أولا أيضا نقرأ المطالب كاملة حق السؤال. احتساب الشهرة في تاريخ الشراء، أيضا إثبات قيد عملية الشراء بدفاتر شركة صنعاء وفقا لطريقة الشراء وترحيله لحسابات ايش؟ المتأثرة وفقا للقيود اليومية. إجراء قيود التسوية والاستبعاد بورقة العمل، ضروري ورقة العمل نعدها أيضا. إعداد ورقة عمل لقائمة المركز المالي، إعداد قائمة المركز المالي. تحديد اولا تكلفه الشراء، قلنا عباره عن ثمن الشراء، عموله الشراء، وتعب المراجع. من السؤال طلعت كام؟ 624000 ريال. وبعدين نحتسب الشهره. احنا تكلمنا انه الشهره دائما تحتسب عن طريق ايش؟ صافي. اولا نوجد صافي قيمه الاصول بايش؟ بالقيمه العادله، نطلعها. صافي قيمه الاصول تساوي الاصول بالقيمه العادله ناقص الزمت بالقيمه العادله. لكن نطلع ايش؟ صافي الاصول، لان الشهره تساوي، الشهرة تساوي تكلفة الاستثمار لكن صافي الأصول. نوجد صافي الأصول من المعادلات هي. كم الأصول معانا؟ 70000 و100000 زائد 86 زائد 90000 زائد. احنا الآن بنتكلم وبنحسب شركتها، الشركة التابعة، ما بنتكلمش عن الشركة القابضة. 70000 زائد 100000 زائد 180 زائد 60000 زائد 120 زائد 30 زائد 40 ناقصا الخصوم. لكن لاحظوا المبالغ التي بنستخدمها هنا، مشي القديمه. لاحظ مثلا بنخذ 70000 النقديه والمدين 100000، لكن المخزون بنخذ الرصيد الجديد اللي هو 186000، والاراضي الرصيد الجديد، لانه نتكلم عن القيمه ايش؟ العادله. اذا لو تلاحظوا 70 100 186 ما اخذش 180، ال 90000 اخذ الرصيد الارصده الجديده كامله واستبدل هذا، ونزل الأرصدة القديمة الذي ما فيش معها قيمة عادلة إلى 50000 الذي هي إيش؟ براءة الاختراع. هذه 50000 براءة الاختراع، وبعدين طرح منها إيش؟ إجمالي إيش؟ الالتزامات بالقيمة العادلة الذي هي إيش؟ نقص منها الالتزامات، هذا الالتزامات. أما بالنسبة لهذه حقوق ملكية، رأس المال وعلاوة الأصدار وأرباح محتجزة، ماشي الالتزامات. الالتزامات هي فقط إيش؟ الدائن. كم؟ 100000. كم المبلغ؟ 545000. إذا تكلفة الاستثمار الذي حصلناها ذي 624، إذا نزل تكلفة الاستثمار ناقصا صافي أصول الشركة التابعة بالقيمة العادلة، كم هي؟ طلعناها 544000. إذا 624000 الذي هي تكلفة الاستثمار بالإضافة إلى 544000 اللي هي صافي الأصول بالقيمة العادلة، وينتج لنا شهرة كم؟ ب 80000 ريال. إذن المطلوب الثاني إنه إيش نعمل؟ قال نثبت، بعدها نثبت إيش؟
قيد عملية الشراء بدفاتر شركة صنعاء وفقاً طريقة الشراء في الحسابات المؤثرة. سيتم القيد كالتالي: من حساب الاستثمار في شركة لحج، الآن احنا الشركة القابضة، من حساب الاستثمار في شركة لحج إلى حساب ايش؟ النقدية، بمبلغ ايش؟ الذي هو الاستثمار كامل 624 ألف ريال. واضح؟ قبل ما نخوض ونخوض في التفاصيل، خلوا بالكم، اطرحوها في بالكم، أن هذه لجل هذا بغرض عملية ايش؟ توحيد البيانات. واحنا الآن في بداية عملية ايش؟ الشراء، بنثبت عملية الشراء، وهذه بتكون في السنة الأولى لعملية ايش؟ السيطرة فقط. طيب، وهذه العمليات بتثبت في دفاتر الشركة القابضة فقط وليست في الشركة التابعة. هذا خذوها في بالكم. ترحيل قيد إثبات الشراء، نرحل إلى الحسابات المتأثرة، معنا حساب الاستثمار، فعل حساب الاستثمار إلى حساب النقدية 640 ألف، وبعدين رصد رصيد مرحل ما فيش غيره، وبعدين نرصد حساب النقدية لأنه قال لنا الحسابات المتأثرة ما معنا إلا القيد هذا، نعمل الحسابات المتأثرة النقدية اللي هو معانا الرصيد بداية السنة الذي هو كم 800 ألف، هذا هو، هذا 800 ألف رصيد واحد واحد، ومعانا أيضا عفوا ومعانا الذي هي 664 ألف الذي هو إيش؟ رصيد إيش؟ الاستثمار، دفعناه سداد للاستثمار. هذا الرصيد المرحل الذي هو إيش؟ يظهر لنا بالصافي في الميزانية عندما نوحد الميزانية، لأنه قد تم استنفاذ كم 624 ألف من هذا. طيب، قيود التسوية الذي هو المطلوب الرابع، إيش نعمل؟ إحنا معانا إيش؟ معانا في معانا قيمة عادلة وقمنا بتقويم، معانا في معانا فروق الستة الألف، 30 ألف، 8 ألف، 6 ألف، 10 ألف. هذه الفروق ضروري نعمل لها تصفية على عفوا تسوية على أساس نقوم بإضافتها. لو تلاحظوا أنه في ظل هذا القيد، هذا القيد يتم إجرائه خارج السجلات المحاسبية، والغرض منه عملية إيش؟ تسوية فقط. لذلك يتم عكس الحسابات، أولا نعكس الجانب الدائن للشركة التابعة الذي هي إيش؟ الحسابات الدائنة. حقوق الملكية، نستبعد حقوق الملكية من أين؟ من الحساب. كيف؟ نقوم بعكسها، الذي هي 400 ألف و20 ألف و80 ألف، نقول من حساب من مذكوري حساب. أول حاجة نكفلها هذه، نرجعها بدل ما هي دائنة نرجعها مدينة. حساب رأس المال، وحساب علاوة الإصدار، وحساب الأرباح المحجوزة. لو تلاحظوا هذا هي 400 ألف رأس المال، علاوة الإصدار، أرباح محتجزة، الذي هي حق الشركة إيش؟ التابعة، الذي هي حقوق الملكية. طيب، بعده يتم إضافة الزيادة في أي أصول وخصم النقص في أصول فدجان بالدائن. الزيادة طبعاً تكون في المدين. طبعاً كم هو 6 ألف؟ هي عبارة عن إيش؟ فرق تقييم المخزون اللي هو القيمة العادلة الجديدة ناقصاً القيمة الدفترية 6 ألف، زاد الأراضي، زادت السيارات، زادت 6 ألف لأنه 36 30، براءة الاختراع زادت. متى نقص معانا؟ تكلمنا عنه إنه نقص، إنه معانا إيش؟ الذي هي إيش؟ الآلات. كم كانت الآلات؟ لو تلاحظوا الآلات كانت 120 ألف، كم بعد ما قيمناها؟ 12 ألف. تلاحظوا هنا عندما قيمها عبارة عن 112 ناقص 120 بسالب 8 تجي في الجانب إيش؟ الدائن. هنا لو تلاحظوا هذا عبارة عن التسويات، وهذا إيش؟ الشهرة اللي طلعناها نثبت الشهرة 80 ألف. الجانب الدائن هذا أيضا جزء من التسويات الذي هي بالسالب، تسوية بالسالب. وبعدين الفارق عبارة عن إيش؟ حساب الاستثمار. الفارق هو عبارة عن حساب إيش؟ الاستثمار الذي قيدناه. واضح؟ هذا قيد التسوية، مهم إنك تفهمه وتفهم خطواته وكيف تم استبعاده. أولا قلنا نعكس الحسابات الذي هي حقوق الملكية في البداية نتم استبعادها، التسويات الموجبة تكون في الجانب المدين للأصول، ولا شيء أصل نقص نرجعه في الجانب الدائن. كذلك الشهرة نثبتها، وإيش؟ وحساب الاستثمار. واضح يا شباب؟ إذن الآن هذه القيود وفقا لهذا القايد، الآن يتم عمل إيش؟ الذي هي ورقة العمل.
يتم عمل ورقة العمل. ركزوا معي كيف بننزل ورقة العمل. نزل أول حاجة الحسابات كاملة، أسماء الحسابات كاملة، من النقدية للمديون المخزون الاستثمار في الشركة، الأراضي، الآلات، براءة الاختراع، الشهرة. نزل الحسابات كامل. نقول حق شركة صنعاء من السؤال نفسه، طيب هذا بس عندما تنقله ركز انك بتنقل ما بتنقل شيء 800,000، تلاحظ هذا حق 800,000. أيام بتنقل الصافي من الرصيد المرحل بعد استبعاد ايش؟ قيمة الاستثمار، واضح؟ اذا هي 176,000. كذلك ايش؟ الاصول مثلا المدينون بتنزل نفسها ما بش عليهم مشكلة، المخزون ما بش عليه مشكلة ايضا، ما بش فيه مشكلة، ما تم المخزون معك حساب جديد بظهر ايش؟ الذي هي قيمة 176,000 الذين قصت من النقدية، هي هنا زادت اللي هي 624,000، هذه أيضا جديدة تعديلة. الأراضي نفسها 600,000، لأنه ما التقييم إحنا قيمنا هؤلاء، تلاحظ التقييم هذا، تنزل التكلفة القيمة الدفترية كاملة 440، والسيارات ما بش براءة اختراع هنا مع الشركة حسب المعطيات في السؤال، ما بش بنجيب أي حاجة زيادة، شوفوا ما فيش معاه شركة صنع براءة اختراع. طيب بعدها ننزل شركة لحج بدون تعديل أي شيء، القيمة الدفترية كاملة، ما بش معاه استثمار هنا، ما بش ننزل القيمة الدفترية كاملة، واضح؟ طيب الآن في بند التسويات، البند الذي عملنا للتسويات، طيب مثلا هل في النقدية تسويات؟ لا يوجد المدينون، لا يوجد تسويات معانا. بالنسبة للمخزون في معانا زيادة 6,000، في معانا نستبعد، لاحظوا نستبعد الاستثمار، مقابل الاستثمار هذا ما عاد نطلع شيء، نأخذ المقابل استثمار الحساب نعمله بالسالب، استبعد هذا يستبعد، ركزوا على هذا النقطة، أيضا هذا النقطة مهمة. أيضا الأراضي زادت، ننزلها بالموجب. الآلات نقصت 8,000، السيارة زادت 6,000، ومعك براءة الاختراع زادت كم؟ 10,000. والآن نقوم بإيش؟ أيضا الشهرة جديدة، وين ظهرت معنا؟ في التسويات، عندما عملنا التسويات. الآن قم بجمع الحسابات، هذا مع هذا يطلع هذا، وجمع هذا أيضا يجمع الثلاثة مع التسويات، مع 480,000 زائد 180,000 زائد 6,000، هذا بيطلع صفر لأنه ضروري استبعده. هنا 600 زائد 60 زائد 30 690، هنا 440 زائدا 120 ناقص 8,000 يساوي 552 إلى آخره. نجي إلى جانب إيش؟ الدائنون، وركزوا لي على هذه النقطة. الدائنون كم حسب المثال؟ 600,000 و100,000 الشركتين، إذن 600,000 و100,000. رأس المال نفسه 2,400,000، بعد العلاوة نفسها، الأرباح المحجوزة نفسها. أيوة، إيش الذي بيحصل؟ إحنا الآن اشترينا قديم معانا، ما يصلحش إن إحنا نزيد نحسب رأس المال مرة ثانية الذي هي الشركة التابعة، لذا يتم استبعادهن، يتم استبعاد حقوق الملكية كاملة. إيش إحنا فعلنا القيد هذا؟ لو تلاحظوا القيد قبل قليل ونقول نرجعهن، هذا القيد خليناها مدينات على أساس نستبعدهن، وهؤلاء زيدين الأصول وهذا زيدين. إحنا ذا الحين ورقة العمل هذا قيد التسوية هو الذي أدينا وفق الله إيش ورقة العمل. تلاحظ إن إحنا استبعدنا رأس المال، علاوة الأسطر، والأرباح المحتجزة الذي هي خاصة بإيش؟ الشركة التابعة، تم استبعادها. 400 استبعد ال 400، 20,000 استبعد ال 20,000، 80,000 استبعدها، ويتم ايش تسجيل اكيد انه يكون ايش 200,000، 100 و300,000. بعد تعد قائمة المركز المالي، خلاص تفرز ايش الحسابات الذي هي ان الاصول بشكل مستقل، ما عبش حاجة اسمها استثمار، ما بش استثمار، هذا طلع في التسوية. معانا النقدية، المدينو، المخزون، الأراضي، الآلات، السعر، براءة الاختراع، الشهرة، بالأرصدة إيش؟ الذي هي بالغ موحدة بعد التسوية، وبعدين إيش؟ الدائنو، رأس المال، علاوة الإصدار، وأرباح محتجزة الذي هي بالأرصدة. تلاحظ أنه يتساوى معك الجانب المدين مع الجانب الدائن. هذا ببساطة
كيف بيتم عملية إيش؟ التوحيد. هل من سؤال؟ هل من أي حاجة مش واضحة؟ ما لم انتقلنا للسؤال، المثال اللي يلي. تسلم عليك، ننتقل. طيب بالنسبة هنا إيضاحات ما بش داعي لها، قد احنا وضحنا في معانا. لحظة خلنا نبصر الشات، واضح تمام يا سواء، ممتاز. طيب الآن المثال الذي هو يوضح كيفية إعداد القوائم المالية الموحدة تاريخ السيطرة. ركزوا معي، في تاريخ السيطرة في حالة إيش؟ تملك القابضة. لحظة خلوني أبعد هذا حق لجزء من أسهم. إحنا تكلمنا عن تملكت الكل، الآن تملكت القابضة جزء من أسهم. يعني نفس المثال، نفس الحل عن حل، لكن إحنا ما اشترينا شيء الشركة كاملة، ما سيطرناش عليها كاملة، سيطرنا على جزء منها. على كم؟ على 80%. 80% من الشركة التي إيش؟ تم السيطرة عليها، الشركة التابعة. ركزوا ايش الذي يختلف. اذا قامت بسداد، كيف تمت عملية السداد؟ قال اول انه قام ايش؟ قام السداد نقد. هناك وضح ان السداد نقدا المثال الاول. طبعا لو تلاحظوا انا استخدم نفس البيانات المثال السابق، اذا هو يوضح لكم. لذلك انا نقلت لكم هذا، لا تستغربوا وش تقولوا هذا مثل منين جابه. هؤلاء الكلام، هذا الكلام هذا اللي بيتظلل عليه انا نقلته لكم من المثال الذي قبل ذي، على اساس يكون موجودة معنا. ولا المثال هذا رقم 2 هو موجود هكذا بالشكل هذا فقط. لكن ايش قال؟ قال شركة لحج قامت بإصدار كم؟ أصدرت بسداد عبارة عن أسهم 400 سهم بقيمة اسمية 1000، علما بأن القيمة الجارية للشركة للأسهم شركة صنعاء في تاريخ السيطرة 1200 السهم الواحد، كما دفعت مبلغ 20000 ايش؟ عمولة ايش؟ للشراء، ومبلغ 15000 مصروفات إصدار وتسجيل ايش؟ الأسهم. طيب ايش المطلوب؟ تحديد تكلفة الشراء. أقول لك على النحو الموضح في المثال السابق، نستخدم بيانات المثال السابق، يعني نستخدم البيانات التي كانت في المثال الأول. أنا نزلتها هنا على أساس ما عاد نرجعش لها فوق. أعيد وأكرر، ما ترتبشوش. هذا المثال موجود في السؤال، لكن هو أشار أن احنا بنستخدم نفس بيانات المثال السابق باستثناء هذه المعلومات. أيش المطلوب؟ تحديد تكلفة الشراء، حساب الشهرة في تاريخ الشراء، إثبات عملية الشراء بالدفاتر، وترحيل إلى الحسابات المتأثرة نفس المطلوبة، إجراء قيود التسوية، عدد ورقة العمل، وقائد أنت المركز المالي. طيب احنا الآن عندما نعد تكلفة الشراء، احنا الآن بنتكلم عن أنه اشترى ما اشتراش نقد، قام بإصدار ايش؟ عن طريق أسهم، أصدر أسهم للشركة التابعة. أصدر مثلا قال السهم بكم؟ ب 400 في كم؟ في 1000. علاوة الإصدار عبارة عن 400 سهم في 200، منين جاب ال 200 هذا؟ منين جاب؟ ايش تساوي عندنا علاوة الإصدار؟ علما أن القيمة الجارية لشركة الأسهم كانت 1200، خلونا نمسح هذا الخربطة. كانت القيمة، لو تلاحظوا القيمة ايش؟ الجارية كانت 1200. وهذه كانت ايش؟ اعتبر الفارق ما بين القيمه الجاريه ناقصا القيمه الاسميه لسه علاوه اصدار. واضح؟ واضح. اذا هذه علاوه الاصدار جزء من هنا. اذا لي نحسب التكلفه، هي عندكم ضمن التكلفه، الفارق حيكون علاوه اصدار. اذا حيكون معنا 40000 400 سهم في 1000 ب 400000، ومعنا علاوة الإصدار الذي هي الفارق في الأربع المئة السهم، المئتين الريال، بالإضافة إلى عمولة الشراء. لكن مصاريف، المصاريف عمولة الشراء تضاف ضمن التكلفة، مصاريف الإصدار لا تضاف. واضح؟ إن عمولة الشراء كم؟ 20000 ريال. الإجمالي كم؟ 500000. طيب إذا عمولة الشراء تعد جزءا من تكلفة الاستثمار، أما مصاريف إصدار الأسهم فلا تضاف إلى الاستثمار، بل تعالج بخصمها من علاوة الإصدار، وهذا مش وقتها الآن. طيب نتكلم عن حساب الشهرة، نفس القضية. عندما نحتسب الشهرة نقول بيساوي
تكلفة الاستثمار ناقصا قيمة الأصول بالقيمة الجارية المعدلة. وبعدين نقول نحتسب قيمة الأصول بنفس الطريقة، عبارة عن الأصول بالقيمة المعدلة ناقصا الخصوم أو الالتزامات بإيش؟ بالقيمة المعدلة، يدي لنا صافي الأصول المعدلة. وبعدين نطرح هذا الكلام. طيب إحنا الآن تكلفة الاستثمار هي 500,000 قيمة الاستثمار. إذا تكلفة الاستثمار خلاص موجودة معنا، الذي هي مثلا إحنا بنوجود إيش؟ تكلفة الاستثمار الشهرة بالساوي. طيب حصة ما هي ناقصا ذي هي قيمة الأصول أو القيمة الأصول كم هي؟ عبارة عن حصة القابضة في صافي أصول الشركة التابعة بالقيمة العادلة. كم هي حقوق يعني قيمة الشركة؟ من نجاب 544. وتجي ترجع للسؤال، احنا طلعناها القيمة كم؟ طلعناها صافي القيمة العادلة بعد الإيجاد هنا طلعناها 544,000. أو ممكن تحسبها من خلال البيانات هنا، هتجمع حول، لا هتجمع إيش حول، هتقول مثلا هتقول 70,000 زائدا 100,000 زائدا إيش بعده مخزون، المخزون عن حساب الرصيد الجديد 186,000 زائدا الأراضي 90,000 زائدا الآلات بالرصيد الجديد 112,000 زائدا السيارات 120,000، لا السيارات كم، عفوا السيارات 30,000، لا 36,000 هنا بالرصيد الجديد زائدا براءة الاختراع الرصيد الجديد 50,000. وتطرح منها، طرح منها ايش؟ الالتزامات. ايش الالتزامات؟ 100,000 الدائن، لان احنا قلنا نفس استخدام بيانات المثال السابق اللي جالك، ما تجي تستبتبش لما تقول من انجاب هذا 544. انا اقول لك من هنا كم طلع الناتج صافي الاصول، كم طلعت صافي الاصول؟ صافي الاصول بالقيمه المعدله او بالقيمه العادله عفوا، كم عاد تطلع؟ 500 وكم؟ 544,000. 544,000. إذن هذه صفة. طيب هو عندما اشترينا، ما اشترينا شهادة كاملة، احنا اشترينا 80%. إذا نضرب 544,000 في 80/100 كم طلعت هذه؟ إذن قيمة الشهرة قد احنا عرفنا من جبناها قيمة هذه قيمة الاستثمار 500,000 ناقصا هذه اللي هي عبارة عن الاستثمار صافي الأصول المعدلة في 80%، به حصة القابضة بيساوي كم؟ 64,800. هذه قيمة الشهرة، واضح لهنا يا شباب؟ واضح. طيب إذن لدينا الشهرة موجبة. إذن الآن إيش المطلوب؟ المطلوب إن إحنا نوجد إيش؟ نقوم بتقييد إيش؟ عملية الشراء، نثبت عملية الشراء. أنا كان القيد من حساب الاستثمار إلى حساب النقدية رأساً، لكن هنا لا، إحنا قمنا بإصدار أسهم، لذلك هيكون من حساب الاستثمار إلى إيش؟ مذكورين. رأس المال بكام؟ 400,000، الذي هي إيش؟ 400%. وعلاوة الإصدار بتكون عبارة عن علاوة الإصدار اللي هي 200 × 400 80,000. والنقدية الذي هي دفعت نقدا عبارة عن إيش؟ عمولة الشراء 500,000. هذا القيد. وبعدها نرجع نخصم، عفوا نرجع نثبت إيش؟ عفوا علاوة إيش؟ الإصدار الذي هي إيش؟ نثبت نقصها من علاوة الإصدار. شوف علاوة الإصدار كم نطرح منها؟ الذي هي إيش؟ مصاريف، المصاريف، مصاريف إصدار الأسهم، مصاريف إصدار الأسهم اللي هي 15,000. 15,000 يتم معالجتها بخصمها من علاوة الإصدار. هذه علاوة الإصدار كم كانت؟ 8. الآن نعكسها، نرجعها مدينة،
من حساب علاوة الإصدار الأسهم إلى حساب إيش؟ النقدية ب 15,000 ريال، تخفيض علاوة الإصدار مصاريف إصدار الأسهم. حولي القيدين نتم ترحيلها، إذا نفتح حساب الاستثمار وحساب رأس المال وحساب علاوة الإصدار وحساب النقدية وحساب، خلاص حولهن. هذا حساب الاستثمار بيتم ترحيل الحسابات منه. أول حاجة الرصيد، عفوا إذا إلى مذكورين اللي هو 500,000، وبعدها نرحله، وبعد النقدية نضيف أول رصيد بداية المدة 800,000 الذي هو من المثال، هذه 800,000 أي اختصم منها الذي سدد حسب ال 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 إيش يسموه، حسب ال ال القيد، عبارة عن 20,000، 20,000 أمام النقدية ومعه 15,000، واضح؟ 20,000 15,000 حسب القيود، وبعدين الفارق عبارة عن إيش؟ رصيد مرحل، هذا الذي يظهر بينه في التسوية، في قائمة التسوية. حساب رأس المال، هذا بالنسبة لحساب الاستثمار، قد وضحنا أنه نطلع حساب الاستثمار 500,000. حساب رأس المال بيظهر بالذي هو 400,000 حسب القيد. أي شو دائن من ذي يكون أول حاجة، إذا شيء معنا رصيد في بداية المدة نعمل له رصيد بداية المدة عبارة عن 2 مليون، كم الرصيد 2 مليون، وبعدها هل من حساب الاستثمار 400,000 الذي هي الجديدة، وبعدها يترحل عبارة عن 2,400,000 رصيد مرحل. طيب علاوة الإصدار كذا هي القيد الأول، من إلى حساب النقدية 15,000، وبعدها من حساب الاستثمار إيش 80,000 ريال الذي هو معك رصيدها في بداية المدة كم 100، أيني هذه علاوة الإصدار 100,000 رصيد واحد واحد، والقيد معانا قيد الأول تم تعليته 80,000، هذا 80,000 من حساب الاستثمار، وبعده القيد الثاني اللي هو إيش تخفيض علاوة الإصدار ب 15,000، بعد تنتقل للجانب المدين 15,000. الرصيد المرحل هو الفرق ما بين الجانب الدائن وإيش والمدين، واضح يا شباب؟ ترحيل الحسابات يعني ما بش حاجة. أيوة واضح. شكرا. طيب بعدين نقوم بعمل إيش؟ قيد التسوية. مثل ما تكلمنا أول ما نستبعد إيش الحسابات إيش حقوق الملكية للشركة إيش التابعة، حقوق الملكية للشركة التابعة، الشركات التابعة، هذه حقوق الملكية 400,000، 20,000، 80,000، هذه الذي هي في السؤال، هذه 400,000 و20 و80. وبعدين نقوم بعملية التسوية، الفارق حق الذي كان هنا عن 6,000 زيادة، أنا معنا لو تلاحظوا كم حق الأراضي، كم معنا الأراضي 30,000، معانا الآلة نقص 8,000، معانا السيارة زيادة 6,000، براءة الاختراع معانا زيادة 10,000، معانا أول حاجة المخزون 6,000 دي 86 ناقص 80، 90 ناقص 60، 30، 36 ناقص 30، و50 ناقص 40. واعد وأكرر، هو استخدم بيانات المثال إيش السابق، أنا إيش عبارة عن التسوية، واضح؟ وهذا الشهرة التي تم حسابها قبل قليل. إذن الجانب الدائن بالنقص في التسوية لأن الآلات نقصت بالسالب، واضح؟ وحساب إيش الاستثمار وحساب حقوق الملكية الدائن، حساب الاستثمار بمبلغ الاستثمار الذي هو كامل قيمة الاستثمار الذي 500,000 دفعنا، هذه اصطرنا بها أسهم أي نيل 500,000 هذا، واضح؟ وحقوق الأقلية الذي هي نستبعدها، شوفوا هذا ظهرت حقوق الأقلية في قيد نستبعدها في الجانب الدائن الذي هي من جهة حقوق الأقلية، هذه النقطة التي تختلف عن المثال السابق لو تلاحظوا قيد التسوية في المثال السابق، هذا قيد التسوية، الآلات النقص 8,000 ومعك قيمة الاستثمار، لكن هناك لأن ما أخذنا ضروري نستبعد حقوق الأقلية في الجانب الدائن أو نثبت إثبات حقوق الأقلية بجعلها دائنة، حقوق الأقلية تظهر هنا، هذا في ظل ان احنا ما اشتريناش او ما صدرناش على الشركه بشكل كامل. اذا ال 20% من حقوق الاقليه الذي هي عباره عن 544,000، هذه عباره عن 544,000 في كم؟
من يقول لي؟ هيا في كم ايه؟ في 20%. بالضبط، شكرا. اذا الان يتم عمل ورقة العمل، اعدادها بناء على ايش؟ على القيد والإضافة. والهذا النقدية هل طرأ عليها اي تغيير؟ نعم، لذلك بنرجع على المبلغ الذي تم ترصيده، ما هو احنا بالرصد والرحل. اين النقدية؟ كم المبلغ المتبقي من النقدية؟ 760,000. خلاص اذا نسجل 765,000، عفوا 765,000. بالنسبة للشركة لا، ما بش المدينون ما بش اي تعليق عليها ولا اي حسابات، جميع الحسابات بتنزل مثل ما هي، بالإضافة الى الاستثمار هذا بينزل، وهوليك بينزل حسب القيمة التاريخية. الاستثمار بنضيفه ونخصمه في التسوية. ايضا هذه شركة اللحج بنضيفها كاملة، بننزلها كاملة. فالتسويات ايش الذي بنضيف معنا امام المخزون؟ لو تلاحظ انه زيادة، نخصم حساب الاستثمار. معانا الأراضي 600,000 و60,000 و30,000 اللي هي تسوية، الإجمالي 690. الآلات 40,000 و120، ومعانا قيمة الانخفاض كان 8,000. كم المبلغ المتبقي؟ 522. طيب، ومعانا أيضا السيارة 180,000 و30، ومعانا زيادة 6,116. براءة الاختراع ما فيش معانا في الشركة، في الشركة القابضة. معانا في الشركة التابعة 40,000، ومعنا زيادة في قيمة هذا في التسويات 50,000. الشهرة ظهرت لدينا في عملية التسويات 64,000، تظهر في التسويات. في الجانب الدائن ننقل الدائن مثل ما هم، ما بيش عليهم أي تغيير، 600 و600، على طول 700,000. حقوق الأقلية تظهر لنا اللي هي 20%، هذا تظهر لنا في الجانب الدائن. رأس المال لو تلاحظوا كم كان رأس المال هنا أينه؟ رأس المال كان 2 مليون، من واقع قيود اليومية بيتم تعلية رأس المال بكام؟ 400,000 ريال. إذا لو جيت رصد معك 2 مليون من قبل، أينه رأس المال؟ حسب رأس المال معي رصيد 2 مليون وتضافة 400,000، كم الرصيد؟ 2 مليون و400. إذا نعمله بالرصيد الجديد 2 مليون وإيش؟ و400. بالنسبة للشركة هي حقها 400,000، ما بيش مشكلة. إذن لو تجي تستبعد الآن سيتم علاوة الإصدار 165,000، كم لما 165,000؟ كم الحساب حقها مثلا الذي كان عبارة عن 100,000، والقيد الجديد، القيد الجديد تضاف لنا 80,000 ونقص 15,000 الذي هي إيش؟ المصاريف هذه. لو تجي مثلا تفسر الحساب، دائما تعمل مع الرصيد الذي قد ناتج لك فليش في الحساب، مع كم الرصيد المرحل؟ 165,000 ريال. إذا 165,000 ريال الذي هي علاوة الإصدار، وهذه 20,000 الذي على ما هي في الحساب، وأرباح محجوزة بتنزل مثل ما هي. إذا الآن يتم إيش؟ استبعاد. إذن هذه حقوق الأقلية ظهرت معنا في التسوية نثبتها. يتم استبعاد إيش؟ الأصول، عفوا الحقوق الملكية الذي رأس المال وعلاوة الإصدار والأرباح المحتجزة حق إيش؟ الشركة التابعة. وبعدين ننقل 2,465,000 و300,000 بالإضافة إلى حقوق الأقلية، وبعدين يتجاوي السوا معك الجانب المدين والدائن. فهمتوا يا شباب؟ أيوه واضح، شكرا. أيوة. طيب، اذا ممتاز. الان بعد ما تعد ورقه العمل تنقل الارصده، هذا حسب ايش؟ حسب ورقه العمل حق التسويه والتسويات الى قائمه المركز المالي، يكون تحصيل حاصل ما فيش اي مشكله، وتضيفها، بتظهر معك حقوق الاقليه لانه لم يتم الاستحواذ على الشركه بشكل كامل. طيب، الآن إثبات التغيرات في حساب الاستثمار في نهاية السنوات المالية للسيطرة. إحنا الآن هذا في بداية إيش؟ عند الشراء. إحنا لو نقول في نهاية السنة، إيش الذي يختلف؟ في معانا عمليات، الاختلاف إنه معانا عمليات إيش؟ جديدة. طيب، في نهاية السنوات التالية
تقوم الشركة القابضة بإجراء قيود يومية لإثبات التغييرات في حساب الاستثمار، حيث يتأثر حساب الاستثمار بالأمور الآتية. لاحظ أنه مثلا حساب الاستثمار أي يتأثر زيادة بمقدار حصة القابضة في أرباح، إذا معها أرباح ضروري نضيفها، تخفيض بحصة الخسارة، أيضا يتم تخفيضه وزيادة بمقدار إيش الجزء الواجب إطفائه، لأن معانا قيمة القيمة العادلة يتم إطفائها، الزيادة مثل القيم الزيادة في قيمة الأصول، الزيادة في كذا، كيف يتم إطفائها؟ حسب ما هو مقرر ومذكور، أي معلومة حسب الأصل الذي هو مرتبط بهذه القيمة. أيضا يتم تخفيض بمقدار إيش توزيعات إيش الأرباح، أرباح الشركة التابعة. إذا هذه العمليات بتتم في نهاية السنة. أولا طبعا هو طبعا فعله عدة طرق، في عدة طرق، طريقة الملكية والملكية الجزئية والطريقة الثالثة كذا أنا ناسي، لكن الذي معتمد في الكتاب هو تكلم عن الطرق الأخرى، لكن المعالجات الذي معتمدة في الكتاب هي طريقة إيش الملكية. تلاحظوا مثلا إيش العمليات التي بتحصل خلال السنة، أحيانا تحقق الشركة في نهاية السنة أنه قد حققت ربح، إذا معانا إيش حساب الاستثمار سيتم إيش زيادته بدخل إيش الاستثمار، من حساب الاستثمار إلى حساب دخل الاستثمار. في حالة تحقيق خسارة تقول من حساب خسارة الاستثمار إلى حساب الاستثمار، تم تخفيض الاستثمار بمقدار إيش الخسارة. أيضا إطفاء الفروق، إطفاء الفروق بالزيادة أو بالفرق، إذا كانت موجبة الفروق هيكون نفس إيش الربح، من حساب دخل الاستثمار إلى حساب إيش الاستثمار. إذا كانت فروق الإطفاء هيكون من حساب الاستثمار إلى حساب، إذا كانت إيش سالبة، وهذه إذا كانت إيش موجبة، نفس إيش الخسارة والربح. وبعدين إثبات حصة القابضة في توزيعة الأرباح اللي هي النقطة الثالثة، عبارة عن توزيعة الأرباح المستحقة القبض إلى حساب الاستثمار، تثبت استحقاق توزيعة إيش الأرباح. طيب في ظل مثلا أيضا الطريقة الثانية تتكلم عن طريقة الملكية غير المكتملة، أيش الفرق؟ انه في ظل طريقه الملكيه غير مكتمله تجري الشركه القابضه نهايه كل عام دفاتر في دفاترها قيدا فقط، اولا الذي يتعلق باثبات حصه ايش القابضه في صافي الارباح والخسائر، وبعدين اثبات ايش التوزيع. تلاحظ انه ايش الذي ما مش موجود، ايش الذي مش موجود مختلف عن الطريقه الاولى، الاطفاء، اطفاء الذي هو هذا اللي هو حصة ايش زيادة الواجب اطفاء سنوية، الفروق بين القيمة العادلة والفروق والدفترية، هذا ما يأخذهاش في اعتبار الذي هي الملكية غير المكتملة، يتكلم عن صافي ربح وخسارة وتوزيعات في نهاية السنة. لذلك تهمل ايش الاطفاء والاستهلاك ايش السنوي هذه الطريقة. بالنسبة للطريقة الثالثة اللي هي طريقة التكلفة، اذا اول حاجة طريقة الملكية، طريقة الملكية غير المكتملة، وطريقة التكلفة. هنا يتم في طريقة التكلفة لا تجرى أي قيود تؤثر على حساب الاستثمار، ما يتم شيء جعل حساب الاستثمار سواء دائنا أو مدينا بالأرباح أو بالخسائر، لذلك يظل الرصيد ثابتا بالتكلفة المدفوعة عند الصيدرة، لكن يتم زيادته بإيش بالنسبة لحصة مثلا من توزيعات الأرباح تثبت كإيراد. لاحظ أنه تثبت إيش كإيراد، لذلك بتكون من حساب النقدية، هذا إثبات إيرادات الاستثمارات، هذا في حال إيش عند تحقيق إيش الإيرادات، وبعدين يتم إكفالها فينا في حساب أرباح وخسائر. لكن برغم وجود اختلاف الجوهرية وآثار مالية مختلفة على رصيد الاستثمار بين الطرق الثلاث، لا خصوصا بين طريقة التكلفة وطريقة إيش حقوق الملكية وطريقة أيضا الجزئية، فإن القيم تظهر في قوائم المالية الموحدة تكون متساوية بالطرق الثلاث، لذلك سيتم اعتماد إيش الطريقة إيش الأولى في المعالجات. إذا إعداد القوائم المالية الموحدة نهاية السنة التالية للسيطرة بطريقة الشراء، إحنا أولا تكلمنا أولا في بداية السنة ما بش أي عمليات تأثر على حساب الاستثمار، لكن في حال إنه حصلت عملية تأثر في حساب الاستثمار احنا بنقيمه في نهاية السنة.
قدي خلاص ما عبش معانا قيد شراء ولا عبش معانا قيد استباع، قدي الشركة قدي تعتبر تابعة. لذلك في تاريخ السيطرة تقتصر على قائمة المركز المالي الموحد، أما في نهاية السنة المالية تتمثل القوائم المالية قائمة الدخل تحتاج أنك تعدل عليها، قائمة الأرباح المحتجزة تعدل عليها، قائمة المركز المالي تعدل عليها. لذلك ضروري تتبع إجراءات لإعداد القوائم المالية في نهاية السنة، مثلا باستخدام البيانات حق المثال السابق، الكتاب بيستخدم عنده سياسات، يستخدم مثال من بداية الفصل إلى نهايته ويمرر على جميع الحالات ويضيف بعض الاستثناءات حسب إيش الحالة التي هو بصدد شرحها أو محل التوضيح. طيب هنا المثال رقم 3 يوضح كيفية إعداد القوائم المالية الموحدة بنهاية السنة الأولى المالية الأولى للسيطرة في حالة تملك القابضة لجميع أسهم الشركة، يعني نفس الحالة الأولى احنا قد أخذنا حالتين، الحالة الأولى ان احنا بنشتري الشركة كاملة واثبتناها ورجعنا أخذنا نفس الحالة لكن قلنا أخذنا 80%، لكن هولاك الحالتين الأولتين في بداية السنة عند الشراء. الآن احنا في نهاية ايش؟ في نهاية السنة المالية الأولى بعد السيطرة، واضح؟ في ظل اني مملوكة بالكامل، كيف بتتم المعالجة؟ احنا قلنا انه كان الأثر الأول يقتصر على قائمة المركز المالي فقط، لكن الآن في معنا عملية تمت خلال السنة وبالتالي سيمتد الأثر إلى قائمة الدخل وقائمة الأرباح ايش؟ المحتجزة. لذا مثلا باستخدام بيانات المثال السابق الذي هو 5-1 الخاص بشركتي صنعاء ولح، نفترض أن الشركة القابضة ظلت محتفظة باستثماراتها في شركة لح بنسبة 100%، وقبل قيام شركة صنعاء بإجراء القيود المحاسبية المتعلقة بإثبات التغيرات في حساب الاستثمار كانت على النحو التالي. أيش الذي حصل؟ كانت في بداء في 31/12 كانت المبيعات 4,500,000 وتكلفة المبيعات 3,300,000 ومصاريف التشغيل وبعدها صافي الدخل لكل الشركتين صنعاء ولحج، وقائمة الأرباح المحتجزة الذي فيها الأرباح المحتجزة بداية المدة يضاف إليها صافي الدخل ويخصم التوزيعات الأرباح، ويظهر لدينا أيضا الأرباح المحتجزة نهاية العام لكل الشركتين. بعدها أيضا قائمة المركز المالي للشركتين وتتمثل في الأصول والخصوم لشركة صنعاء وشركة لحج. فإذا علمت الآتي، طبعا خلوا بالكم أن احنا نستخدم نفس البيانات الأولى حق الذي هي حق إعادة التقييم الذي هي قيمة الأصول للنيمة حق الأصول حق المخزون حق الكذا حوليك الذي هي القيمة العادلة، هذا نقطة مهمة. لذا فإذا علمت أن العمر الإنتاجي المتبقي في تاريخ التملك للآلة، ركزوا على هذا نقطة مهمة، إذا كان العمر الإنتاجي المتبقي في تاريخ التملك للآلات 4 سنوات وللسيارات 6 سنوات والبراءة الاختراع 5 سنوات، هذه المعلومة الأولى. المعلومة الثانية، تمكنت الشركة التابعة خلال سنة 2009 السنة الجارية من بيع 60% من البضاعة التي كانت بحوزتها في تاريخ التملك، يعني احنا يوم اشترينا منها مثلا كان المخزن حقها 180,000 قد باعت منه كم؟ 60%. اذا نعمل حسابنا ان في ايرادات وان في نقص في المخزون. تبين من مراجعة الشهرة بنهاية 2009 عدم وجود انخفاض في قيمتها وبالتالي ستكون ايش؟ مستقرة. ايش المطلوب في 31/12؟ إعداد جدول إطفاء الفرق بين القيمة الدفترية والعادلة الأصول التابعة، 1-2 قيود اليومية لإثبات التغييرات في حساب الاستثمار بطريقة الملكية الذي هي القيود التي تكلمنا عليها قبل شوية الذي هي هذا القيود. نضيف أي دخل، نخصم أي خسارة، الفروق الإطفاء نعدل فروق الإطفاء ونثبت إيش التوزيعات المستحقة. 4- بيان كيفية احتساب رصيد دخل الاستثمار
في قائمة الدخل القابضة، بيان كيفية تحسب رصيد حساب الاستثمار الذي يظهر في ميزانية القابضة، هذا نقاط مهمة فنمشي عليها، إجراء قيود التسوية والاستبعاد، إعداد ورقة العمل وقائمة المركز المالي الموحدة، وكذلك قائمة الأرباح المحتجزة وقائمة الدخل. طيب عفوا، أولا نقوم بإعداد إيش الفروق. إحنا لو لاحظنا من المثال السابق إنه كانت القيمة العادلة التي تأثرت لدي إعادة التقييم عبارة عن المخزون الأراضي الآلات السيارات واضح وبراءة الاختراع، كانت القيمة العادلة 186 90 112 36 50، كانت القيمة الدفترية 80 60 120. لاحظنا إنه فيها هنا فرق 6000 وهنا زيادة، هنا 6000 زيادة وهنا 10000 زيادة للأراضي، عفوا 30000 بالنسبة للأراضي، هنا نقص 8000 بالنسبة للآلات وزيادة بالنسبة للسيارة 6000، براءة الاختراع زادت كم؟ 10000. إذن هذا أمر متفق عليه. إذن أخذنا في الاعتبار التسوية ستتغير، لذلك سيتم إعداد جدول إطفاء إيش الفروق بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة. هنا الإطفاء الذي سيتم ضروري نأخذ في الاعتبار أنه 60% من البضاعة بيعت، هذا النقطة الأولى هو بالنسبة للمخزون، وكذلك سنأخذ في اعتبارنا العمر المتبقي للأصول الذي أعطاه لنا معطى في السؤال الذي هو عبارة عن 4 سنوات للآلات وللسيارات كم؟ 6 سنوات. إذن كالتالي، إذن بالنسبة للمخزون القيمة العادلة كم؟ 186، كانت القيمة الدفترية 60، إذا معانا زيادة بالفرق 6000 ريال. نستبعد فقط الذي تم إيش، نستبعد 60% الذي تم بيعه، هذا يعتبر إطفاء، تم إطفاء، تم بيعه، تم استبعاده، كم؟ 3600. كم المتبقي لنا بعد الإطفاء؟ إنه تم بيعه، هذا إحنا بنخصم الفارق، والفارق نقوم بتسويته بالإطفاء، مصاريف الإطفاء. كم الإطفاء؟ 3600 الذي هو إيش؟ الذي تم بيعه. هذا الأول. الأراضي كم الفرق؟ 30000. الأراضي لا يتم إطفاءها ولا تهلك، بالنسبة للأراضي هي الأصل الوحيد الذي لا يتم إهلاكه أو إطفائه. الآلات كم الفرق بين إحنا الحين عندما نتكلم عن الإطفاء إحنا نتكلم عن الزيادة في القيمة العادلة، القيمة العادلة سواء الزيادة أو النقص، واضح؟ إذن معنا الآلات عندها نقص 8000 ريال. طيب إيش معنا من معلومة خاصة بالآلات؟ قال العمر المتبقي للآلات 4 سنوات، إذا إحنا نقسمه الزيادة في القيمة الدفترية عفوا في القيمة العادلة نقسمها على 4 سنوات، 8000 بالسالب مقسومة على 2000 تدي على 4 تجيب لك 2000 ريال بالسالب، سجلها ركز خلي بالك هذا نقطة مهمة ضروري تعملها، هي بالسالب تعملها بالسالب. طيب كم الناتج؟ 6000. ليش 8000 و2000؟ المفروض واحد يقول كم؟ المفروض واحد يقول 10000. هل 6000 صحيحة ولا خطأ؟ هيا صحيحة لأنه نقصنا 2000 من 8. لا طيب في سالب، هذا سالبة وهذا سالبة، كيف؟ عادي نختار الشرط الأكبر ونعمل في عملية طبعا. لأني سالب 8000 سالب سالب 8000 صح، ناقصا سالب سالب 2000 صح. السالب فالسالب بكم؟ موجب، هتبقى معنا موجب 2000 وسالب كم؟ 8000. كم الناتج؟ 6000. واضح إشارة الأكبر والفرق بين العددين، وضحت؟ سالب 8000 ناقصا سالب 2000 إشارة الأكبر والفرق بين العددين، واضح؟ إذن 6000، إذن 8000 ناقصا أو ناقصا سال ناقصا 2000. طيب
هذا عفوا اتحول الى سالب سالب، وبالتالي ابقى ايش؟ موجب، بالتالي ايش؟ 6000. اذا حتكون ايش؟ سالبا 6000. السيارات كم هو الفرق؟ 6000 تقسمها ليش؟ ليش قسمها على 6؟ معك هنا بقيه السنوات المتبقيه للسيارات كم؟ 6000 ريال. اذا كم حيكون معك؟ 5000. بالنسبه لبراءه الاختراع ايضا قال لك هنا ايضا هي عباره بالنسبه لها هي عفوا براءة الاختراع كان 5 سنوات، وبالتالي سيتم إطفاء القيمة العادلة القسمة على كم؟ على 5 سنوات، وتساوي كم؟ 8000 ريال. الإجمالي الذي هو سنعمله في قيد الذي هو الإطفاء عبارة عن 3600 وسالب 2000 وألف وألفين. هنا الألفين عطروا مع الألفين، وعبقى معك 3600 زائد 1000 4600. إذن هذا 4600 مجموع إيش؟ الإطفاء الذي هو هكذا. واضح؟ إذن الآن يتم إثبات إيش؟ دخل الاستثمار الذي هو عبارة عن حيث يتبين أن من قائمة الدخل أن الشركتين حققتها صافي دخل قدر كم؟ 140000. من أين جاب 140000؟ لو ترجع لقائمة الدخل هذا صافي المبيعات، صافي الدخل الذي حققته شركة لحج كام؟ بدي تابعة وهي ملك لنا بالكامل، هذا أصلا قدو موجود معنا، قدو موجود في الشركة التابعة، الشركة القابضة. الآن نقوم بإثبات إيش؟ الدخل المتحقق في نهاية السنة الذي هو 140000 ريال. إحنا مش إحنا قلنا هنا قبل شوية إيش قلنا؟ إيش نثبت؟ نثبت إيش؟ الأرباح المتحققة من الشركة التابعة. أولا نثبت الأرباح، هذا الأرباح أو الخسارة، وبعدها التعامل مع الأطفاء. فهم هذا النقط في رأسك، وبعدها تتكلم عن التوزيعات. إذن هنا أولا نثبت الربح الذي هو 140000، الذي هي 140000. إذن من حساب الاستثمار إلى حساب دخل الاستثمار 140000، إثبات حصة القابضة في دخل. الحصة بتكون بالكامل لأني مستحوذة عليها 100%. إطفاء الفروق الذي هي 4600، أكيد أني حتكون عكس طبعا. إذا كانت بالسالب هذه هتكون من حساب الاستثمار إلى حساب دخل الاستثمار. إذا كانت هذه بالموجب هيكون إيش؟ من حساب دخل الاستثمار إلى حساب إيش؟ الاستثمار. طيب هذا تم إيش؟ نجد أن القيمة موجبة تم إثباتها بهذه الطريقة الذي هي من حساب إيش؟ الدخل الاستثمار إلى حساب إيش؟ الاستثمار. واضح؟ إثبات حصة القابضة في توزيعات الأرباح. إحنا قلنا الخطوة الأولى إثبات الدخل، الخطوة الثانية معالجة الفروق حق القيمة العادلة للإطفاء، وكذلك الآن إيش؟ يتم إثبات القابضة في توزيعات الأرباح. كم هي توزيعات الأرباح لو نرجع للسؤال؟ هذه توزيعات الأرباح كم معها وموزعت الشركة القابضة وزعتها إيش؟ الشركة التابعة جابت 60000. إحنا الآن نتم استبعاد الذي هي توزيعات الأرباح، عفوا نتم استبعاد إضافة الذي هي من حساب توزيعات الأرباح نستبعد. إحنا أضفنا 140000 كامل الدخل إلى حساب الاستثمار، الآن نقص حساب الاستثمار بمقدار إيش؟ التوزيعات. من حساب توزيعات أرباح مستحقة القبض إلى حساب إيش؟ الاستثمار بمبلغ 60000 ريال. من أين جاء؟ هذه توزيعات الأرباح في السؤال معطى. طيب بعدها المطلوب الثالث احتساب رصيد دخل الاستثمار الذي يظهر في قائمة الدخل. دخل الاستثمار لو نلاحظ أنه حصة الدخل أولا في السنة هذا هو ناقصا الذي هي الإطفاء. كم الناتج؟ 135000 ريال. هذا بالنسبة الذي بيظهر فينا في القابضة. إذن هذا رصيد دخل الاستثمار كان 140000، وتم تخفيض الفروق في القيمة العادلة، وبالتالي بيكون إيش؟ صافي دخل الاستثمار 135400. طيب الآن إيش؟ يتم إيش؟ احتساب رصيد حساب الاستثمار. حساب الاستثمار
نفس القضية، ارجع للخلف، عفوا لحظة، ارجع أين حساب الاستثمار؟ حساب الاستثمار لاحظ أنه مدين، أين حساب الاستثمار؟ حساب الاستثمار مدين بكم؟ 140,000. أول حاجة القيمة الشراء يوم اشتريناه، كان قيمة الاستثمار في المثال رقم واحد يوم اشتريناه كان عبارة عن 624,000. واحد يقول لي من أين جت 624,000؟ هذا حساب الاستثمار موجود معطاه في السؤال، إذا هو رصيد واحد واحد، هذا الذي هو إيش. وبعدين نضيف عليه أي تعديلات حسب قيود اليومية. تلاحظ أنه النقص من يتم إيش إضافة إيش دخل الاستثمار 134,000، الذي هي هذا الأخير الذي خرجناها الآن، اللي هو عبارة عن الدخل 140,000 ناقصنا الإطفاء. أيضا نستبعد إيش التوزيعات، الصافي يكون 699,400. هنا واضح النقطة هذه، واضح؟ أيوه والله. طيب الآن قيود التسوية، أولا استبعاد رصيد أول المدة 1/1 لحساب الاستثمار وحساب حقوق الملكية وإثبات فروق القيمة العادلة عن الدفترية لأصول الشهرة. يتم ايش استبعاد الاصول دي، قلنا تكلمنا استبعدنا حساب الاستثمار هؤلاء حق الشركه التابعه اللي هي هذه الثلاثه، تم استبعادها ونثبت ايش الفروق الذي مثل ما اثبتناها المره الاخيره، الذي هي ايش الفروق. وهنا نستبعد حقوق الملكيه للشركه ايش التابعه، وايضا الشهره لا زال ما فيها اي تعديل، والجانب الداين النقص في قيمة هذا، وكذلك إيش حساب الاستثمار لم نضيف ولم نحرك ساكنا في عملية التسوية، تعاملنا بالأرصدة كما هي. قيد الإطفاء، قيد الإطفاء عندما نتكلم عن قيد الإطفاء الذي مطلوبها أنا، قيد الإطفاء تقوم بإثبات كل قيد. أولا تبدأ مثلا بالمخزون اللي هو 3600، احنا نتكلم عن الإطفاء 3600، وبعدين معك الألفين ومعك الألف ومعك ألفين. شو القيد حيكون من حسابتك، تقوم بتخفيض المخزون. أنت عندما بتطفى الأصل، الأصل عندما تخفضه بترجع دائن، أنت بتخفضه بتضيفه إلى تكلفة المبيعات، من حساب تكلفة المبيعات إلى حساب إيش المخزون 3600. لو كان العكس، لو كان المبلغ بالسالب، هتقول من حساب المخزون إلى حساب تكلفة المبيعات. طيب مثل ما لو تلاحظوا في الآلات، الآلات شوفوا عندما كان المبلغ بالسالب حق الآلات كان سالب 2000، لو تلاحظوا هنا سالب 2000، شوفوا رجع من حساب الآلات إلى حساب مصاريف التشغيل. هو الحساب الوحيد الذي بيتعامل مع تكلفة المبيعات حساب المخزون. بالنسبة لبقية الأصول تتعامل مع الإطفاء في حساب مصاريف التشغيل. إذا كان سالب ترجعه دائن، إذا كان موجب ترجعه مدين. مثلا في حساب السيارة معنا زيادة، إذا إيش معنا بالموجب قصديا، إذا 1000 من حساب مصاريف التشغيل إلى حساب السيارة، وبعد براءة الاختراع معنا 2000 حسب ما هو موجود معك، هذا 2000 تكفلها من حساب مصاريف التشغيل إلى حساب براءة إيش الاختراع. واضح؟ قيد إلغاء دخل الاستثمار، يتم إلغاء قيد الاستثمار توزيعات. إذن أول حاجة أثبتناها، الآن يتم إيش إلغاء قيد أو إلغاء دخل الاستثمار في توزيعات أرباح وخسائر، والفارق يخصم من حساب الاستثمار. طيب كم الدخل الاستثمار إحنا دخلنا كم؟ 135,000 عبارة عن إيش توزيعات 60,000 و75,000 الذي هو ايش هيكون الاستثمار. تلاحظوا اذا من حساب دخل الاستثمار التوزيعات اخذنا منها 60,000 والمتبقي 75,000 في اي يتم تعليه حساب الاستثمار بكام؟ 75,400.
إلغاء المديونة بين المديونية بين القابضة والتابعة من حساب توزيعات المستحقة الذي احنا أثبتنا أول هذا كان دائن. لو تلاحظوا القيد الذي قبل شوية هذا هو من حساب توزيعات أرباح مستحقة، هذا موجود الآن ترجع دائن، تكفل الحسابات المدينة والدائنة بينها بتكون من حساب توزيعات ما عاد مستحق، أي يكون توزيعات مستحقة الدب كذا لاحق إلى حساب توزيعات مستحقة القبض الذي هي صنعة الذي هو ثبتنا قبل شوي رجعناه دائن. طيب بعد إعداد القيود هنا نقوم بترحيلها إلى الحسابات المختلفة، واضح؟ الآن نقوم بإعداد ورقة إيش؟ ورقة العمل بناء على إيش؟ على القيود الموجودة معنا، معنا القيود هذا قيود الأطفاء ومعنا قيود إيش؟ التسوية ومعنا القيود إيش؟ الإكفاء. نقوم أولا مثلا الآن نبدأ بإيش؟ ورقة العمل، إنه مثلا قال لك إيش؟ إعداد قائمة أولا ما كنا نعد، كنا نعد قائمة الدخل فقط الذي ورقة العمل للمركز المالي. الآن إحنا بحاجة إلى قائمة الدخل وقائمة المركز المالي، فإحنا الآن بنعمل ورقة عمل قائمة الدخل، نستخدم الأرصدة القديمة ونعدل عليها إيش جديد. هذا صافي المبيعات، تكلفة المبيعات، مصروفة التشغيل، وصافي الدخل. قائمة الدخل كالتالي، إذا هيكون معانا صافي المبيعات حسب ما هو موجود معانا تنزل كما هي أرصدة، يضاف دخل الاستثمار. شوفوا إيش الجديد، دخل الاستثمار أكيد أنه ما يضاف إلا لهذا، وفي نفس الوقت استبعد من التسويات. مجموع الإيرادات، بعد يطلع لنا مجموع الإيرادات، تستخدم تكلفة المبيعات. منين تكلفة المبيعات؟ جت هذه تكلفة المبيعات نفسها 3,390,000. طيب يطبع معنا أيضا مصاريف التشغيل. مصاريف التشغيل منين جت؟ موجودة هذا عفوا 900,000 و160,000، طلع لنا ايش؟ مجموع مصاريف وطلع لنا صافي الدخل. ها ايضا نفس القضيه الهوليه الشركه، هذا بالنسبه للارصده. في عمليات التسويه ايش الذي حصل لنا؟ اولا استبعد دخل الاستثمار، هنا عينزل بالاجمالي. ايضا معانا في المبيعات احنا معانا اطفينا حق المخزون وكفلنا في حساب المبيعات بناء على القيد. اذا هو هذا القيد، هذا القيد تكلفة المبيعات للمخزون، إذا هتكون إيش؟ 3,600,000. إذا هذا التسويات واحد. الشيء الثاني في مصروفات التشغيل الذي هي مصاريف الإطفاء كاملة ما يتعلق بالأصول، هي مقيدة على مصروفات التشغيل. إذا مصروفات التشغيل هذه من أن تخصم؟ تخصم من الربح في قائمة الدخل. احنا الان في قائمة الدخل، اذا ضروري نخصم مصاريف التشغيل. كم معانا مصاريف التشغيل؟ وتجي لاحظ ان هذه المصاريف التشغيل هنا دائنة، اذا هذا تكون سالب 2000، سالب 2000، ومعانا موجبة هنا مصاريف التشغيل 1000، اذا سالب 2000 و1000، وهنا مدينة، اذا سالب 2000 و1000 و2000، سالب 2000 و1000 و2000، هذه عبارة عن مصاريف ايش؟ التشغيل. طيب الان نقوم بعملية الجمع. مصاريف التشغيل 900,000 ومعانا هنا 160,000، تمام ما فيش خلاف. هنا تجمع الألفين والألف والألفين. الألفين هتروح مع الألفين يبقى معك ألف. ألف. إذا أبقى 900,861، هنا معك 900,000 وهنا معك 100، إذا أبقى 1,061,000، معك هنا 1000. 1,061,000 الذي هي عبارة عن مصروفات التشغيل. وبعدين تجمع الإجماليات ويطلع لك صافي الدخل الإجمالي وحق التسوية كما حق التسويات والدخل على مستوى إيش؟ الشركات. طيب الآن نقوم بإيش؟ ورقة عمل للأرباح إيش؟ المحتجزة. باقي معانا ورقة عمل الأرباح المحتجزة الذي هي هذا. احنا أول ما كنا نعمل للمركز المالي هذا الأرباح المحتجزة، نعمل لها ورقة عمل نشوف إيش الذي أضيف وإيش الذي تم فيه تسويات
ونعد بعدها ايش المبالغ الموحده. الارباح التي في بدايه العام تلاحظ اني نفسها نزلت، يتم استبعادها، قلنا دائما ما يتم استبعادها، الارباح وحقوق الملكيه دائما تستبعد، يضاف صافي الدخل. صافي الدخل هذا الذي هو صافي الدخل موجود في السؤال ايضا، هذا صافي الدخل 300 ألف وهنا 400 ألف. لكن 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 في حال الشركة الأم أصبح الدخل كام؟ 435. من أين جت 435؟ من أين جت 435؟ أضيفت إليها الذي هي إيش؟ الذي هو الدخل الخاص بالناتج هنا، الذي هو الناتج هنا كمه 435 صافي الدخل الجديد، وهنا كمه 40 ألف. طبعا هذا ما طرأش عليه، تلاحظ انه هذا بعد ما اضيف عليه حق الاستثمار، هذا الذي اضيف عليه الاستثمار اصبح 435 ألف و400. هذا 435 ألف صافي الدخل، يضاف هنا 435 ألف و400 صافي الدخل. بالنسبة للشركة التابعة نفسه ما يتغيرش، وطلع بعدين الصافي التوزيعات هنا 100 ألف نفسها 60 ألف، نفس التوزيعات في السؤال الأصلي، هذه تلاحظ أنه نفسها التوزيعات. طيب التسويات نستبعدهم فقط، نستبعدهم، هذا تستبعده، هتنقل بس فقط الرئيسية، حسابات الرئيسية، ويبقى الدخل الصافي هنا 435 ألف الذي ينتقلين بعدين في قائمة المركز المالي. الآن تعد ورقة إيش العمل بالنسبة ليش للمركز المالي. كملنا ورقة العمل لقائمة الدخل، قائمة الأرباح المحتجزة، والآن لقائمة المركز المالي. نفس الطريقة التي تكلمنا عنها هنا 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 ها في المثال هذا، هذه ورقة العمل الذي عملناها، نعملها الآن لقائمة المركز المالي. هذه قائمة المركز المالي معنا النقدية، الأصول تنزل على ما هي، معك النقدية إذا عليك أي تعديلات، هذا النقدية شوفها كم النقدية، إذا في تعديلات عليها، لكن ما بش تعديلات عليها لأنه تم الدفع وفق الأسهم، وبالتالي بينزل نفسها 362 ألف 50 ألف 360 ألف 50 ألف 800 300 نفسه. أيضا المخزون نفسه ينزل نفسه، لا شوف المخزون كم 420 ألف، كم المخزون هنا 420 ألف، صح بينزل نفسه. معنا التسوية اللي هي 3000، هذا بنعملها في التسويات، معنا بالمخزون تسويات، معنا الاستثمار استبعد، الأراضي الآلات، خلاص نعمل التسويات الآن، نضيف مبالغ التسويات معك 6000 بالنسبة للمخزون، وتنقص شوف هان الفرق. الفرق بالنسبة للمخزون انك بتضيف الزيادة، بتضيف الزيادة وتنقص منها ايش؟ وتنقص منها الإطفاء، تنقص منها ايش؟ الإطفاء الذي هو حسب ايش؟ اين التسويات الذي بعت قبل شوية؟ هذه تنقص منها الإطفاء، أو انك بتسجل المتبقي رأسا في عمليات التسوية، سجل المتبقي، ولكن أفضل أنك تكون أكثر إصلاحاً وأكثر توضيحاً، بسجل المبلغ الفرق، تطرح منها الأطفاء، مبلغ الفرق، مبلغ هكذا، جميع الحسابات. توزيعات الأرباح بتضيفها وتخصمها. حنا بتبين أين القيد، أين القيد الذي أثبت عليه. في حالة الاستثمار، الاستثمار أيضاً بتضيفها وتنقصها. بتنقص 624 ألف الذي هي الأصلية، و75 ألف الذي هي إيش؟ الذي أضيفت وقل للقيود، الذي عملنا المعالجة للقيود حساب الاستثمار، ترصد حساب الاستثمار ويطلع لك الناتج هنا الباقي. الأراضي معك 30 ألف زيادة وما بش عليها لا أطفاء ولا شيء. الآلات معك 8 ألف وعليها 6 ألفين. أيضا هنا السيارة ليش فعل 2000 بس سالب للبل موجب، زي ما قلنا لكم 2000
سالب سالب 2000 هتقع موجب سالب سالب 2000 مثل هذا 6000 سالب كذا 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 هذا 8000 سالب سالب 2000 يعني سالب في سالب موجب وبالتالي يكون ايش 2000 فقط. السيارات ايضا نفس الكلام 6000 استبعد منها كم 1000 براءة الاختراع تستبعد الاطباء حقها 2000 الشهرة ليس فيها نقص ولا زيادة انتقلنا بالنسبة للدائن انت تنتقل مثل ما هي التوزيعات الأرباح تستنقص الأرباح حقوق الملكية وولاية الأصدار والأرباح المحتجزة للشركة التابعة تستبعد كاملة 60 420 160 وتنتقل بقية الحسابات وبعدين عد قائمة المركز المالي أنا هو قائمة المركز المالي عفوا قائمة الدخل نقول الحسابات هذه كقائمة الدخل من الحسابات ونقول قائمة الأرباح المحتجزة من الجداول حق التسوية بشكل مباشر وسريع وبعدين قائمة إيش المركز المالي. وبهذا نكون قد أخلصنا محاضرة اليوم. يلا تمام هل الأمور واضحة لهنا؟ تمام ما شاء الله يعني ما بش أي مشكلة. لا في شوف يعني احنا نستفيد كثير من اللي تطرحه وتسوي لكن يظل لما نجي نطبق مثلا لوحدنا احيانا لا غير نوعا ما. انا متوقع ان انتم بتطبقوا مع بعض معي تمشوا بالاله الحاسبه وتحلوا في نفس الوقت ان شاء الله باذن الله. ايوه بنسويها. نكون الى هنا قد ختمنا محاضره اليوم ونسال الله التوفيق للجميع وفقكم الله والى اللقاء قادم. Thank you.